ازي حضرتك يا باشمهندسين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا احمد محمود ابو النصر من اورجانيزيشن كوميتي في اس بي الازهر. هكون ان شاء الله معاكم المودريتور النهارده في سيشن ايموشن انتليجنس هيقدمها لينا الاستاذ محمد الشافعي، لايف كوتش معتمد من اي سي اف، باحث ماجستير في الصحه النفسيه، كليه تربيه جامعه عين شمس، متخصص في العلاقات الانسانيه والذكاء العاطفي، خبره 10 سنوات في مجال تدريب الشركات والافراد، وخمس سنوات في مجال الكوتشنج، مؤلف مشارك في كتاب كوكون، مؤلف مشارك في كتاب هدايا الالم. اتمنى حضرتك التوفيق ان شاء الله استاذ محمد، وسماعا طيبا للمهندسين، بالتوفيق ان شاء الله. شكرك يا احمد، وتحياتي لكم جميعا، وسعيد ان انا معاكم، وان شاء الله السيشن تكون مهمه بالنسبه لكم وتخرجوا منها باقصى استفاده ان شاء الله رب العالمين. في الحقيقه في كل مره بقدم فيها سيشن عن الايموشنال انتليجنس ببقى متحمس جدا وسعيد، وخصوصا لما يكون الحضور او المتدربين او المتعلمين، دايما بحب استخدم كلمه متعلمين بما ان احنا متجمعين في حلقه علم يعني، فربنا ربي ان شاء الله تخرجوا باقصى استفاده باذن الله. طيب زي ما احمد عرفني كده لحضراتكم، انا اسمي محمد الشافعي وشغال في التدريب بقالي 10 سنوات، وفي مجال الكوتشنج بقالي 5 سنوات، وتشرفت بان انا شاركت في تاليف كوكون، كتاب كوكون وكتاب هدايا الالم. دول كتابين نزلوا مؤخرا السنوات اللي فاتت. كتاب كوكون كان في 2019 بيست سيلر في مصر، فيعني اللي فيكم لسه ما قراش الكتابين ممكن يبحث عنهم ويستفيد منهم ان شاء الله رب العالمين. طيب النهارده هنتكلم عن ايه؟ النهارده هنتكلم عن واحد من اهم المهارات في القرن الواحد والعشرين اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، تمام؟ بحكم ان حضراتكم مهندسين، فطبعا عارفين كويس قوي ان المهارات التكنيكال مهارات مهمة جدا، وعلشان حضرتك انت مهندس وعشان تروح تشتغل في شركة مهم انك انت تكون متعلم البيزكس، الحاجات الاساسية اللي الشركات بيبقوا محتاجينها، فدي حاجة كده بديهية، صح؟ اعتقد ان حضراتكم هتتفقوا معايا في كده. طيب اللي بيبقى بديهي برضو بس ملوش كتالوج، ملوش محتوى معين احنا بندرسه، فعلشان نبقى احنا لما بنخلص المحتوى ده يبقى انا كده عرفت ان انا عندي السكيلز دي او عندي المهارات دي. هي متروكه للسيلف ستادي، او متروكه ان كل واحد بيشتغل على نفسه بشكل او باخر. الجانب اللي انا اقصده هنا هو الجانب الشخصي، جانب التطوير الشخصي. ازاي ان انا اكون شخص قادر ان انا افهم نفسي كويس وافهم مشاعري، واقدر ان انا اتعامل مع الناس اللي حواليا، سواء زمايلي في الجامعه او في المستقبل ان شاء الله زمايل حضراتكم في العمل، تمام؟ كل ده علشان نعمله بيبقى محتاج مهارات غير المهارات التكنيكال اللي احنا بنتعلمها في سنين الدراسه بتاعه الجامعه، وبنتعلمها بعد كمان ما بنخلص الجامعه. واحدة من المهارات المهمة دي بقى، واللي دلوقتي والقادة والمديرين في الشركات بقت بتتوقف ترقياتهم بناء على المهارة دي، هي مهارة الذكاء العاطفي اللي هنعرف عنه دلوقتي أكتر، وإن شاء الله يبقى اللقاء مفيد جدا بالنسبة لحضراتكم. طيب أول حاجة كده، أنا دايما بحب في اللقاءات اللي أنا بعملها يبقى اللقاء تفاعلي ما بيني وما بين حضراتكم، فاسمحوا لي ان انا يعني هيكون في بعض التمارين كده احب ان حضراتكم تشاركوا معايا، ببقى سعيد جدا لما نتفاعل مع بعض. اول حاجه محتاج اسال حضراتكم على المشاعر بتاعتكم دلوقتي، وهقول لكم انا ليه سالت السؤال ده. شاركوني كده، يا ترى انتوا حاسين بايه دلوقتي؟ ايه الشعور اللي انتوا بتشعروا بيه؟ وهنشارك مع بعض من خلال الشات، تمام؟ حضراتكم هتقولوا اسم الشعور عباره عن كلمه واحده، انا مبسوط، متضايق، مخنوق، متحمس، مترقب، قلقان، خايف، غضبان، فشاركوني كده بالمشاعر بتاعتكم على الشات. وعندنا اول مشاركه من ايمان عاطف قالت سو اكسايتد، هايل جدا. وعندنا مريم بتقول متحمسه، الله، يعني داخلين كده بمشاعر ايجابيه ما شاء الله. ها ايه كمان؟ شاركوني كده باسم الشعور اللي حضراتكم حاسين بيه دلوقتي.
احمد رمضان عنده شعور الفضول، فضول عن اهميه الموضوع. ان شاء الله يا احمد تعرف معانا من خلال اللقاء قد ايه الموضوع مهم وقد ايه بيفرق معانا في حياتنا وفي قراراتنا وفي الطريقه اللي بنتعامل بيها مع نفسنا ومع الاخرين. عندنا محمد عبد الصادق قال متحمس جدا. هايل يا محمد، هايل. ها ايه كمان؟ ها ناخد كمان مشاركتين كده. اسم الشعور اللي حضرتك بتشعر بيه. ليه مش قادرة تقرري يا عائشة أو يا عيشة؟ مش قادرة تقرري ليه؟ يعني حاولي تفكري كده، أنت حاسة بإيه دلوقتي؟ على فكرة ممكن يبقى أكتر من شعور، فما فيش مشكلة لما حد يقول لي أنا حاسس بكذا وبكذا وبكذا، هقول له تمام، يعني ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة إن أنت تكون بتشعر بأكتر من شعور في نفس الوقت. طيب أنا بشكر حضراتكم جدا على المشاركات. أغلب المشاعر كانت مشاعر حماس، إنه في عدد كبير متحمس، وكمان أحمد شارك بإنه عنده فضول إنه يعرف أكتر عن الموضوع. خليني أوضح لحضراتكم أنا ليه سألت السؤال ده. في الحقيقة مشاعرك على حسب نوع الشعور اللي حضرتك بتشعر بيه دلوقتي بيتحدد طريقة التفاعل اللي أنت بتتفاعلها معاه. يعني الشخص المتحمس هتلاقوا دايماً المتحمسين هم أكتر الناس اللي كان عندهم مبادرة، هم اللي بدروا على طول عشان الشعور اللي هم بيشعروا بيه كان دافع في ان هم يشاركوا. لو في حد معانا متضايق او مخنوق فممكن يبقى هو عارف الشعور بتاعه، جايز مكسل شويه انه يتفاعل، جايز مكسل انه يكتب، وهكذا. طيب فالمشاعر اول حاجه بتساعدك او بتبقى سبب في انك انت تتفاعل بطريقه معينه، دي رقم واحد. رقم اتنين، مستوى تركيزك بيفرق على حسب الشعور اللي حضرتك بتشعر بيه دلوقتي. يعني اللي داخل اللقاء وبيشعر بالحماس او بالتفاؤل او بالامل او بالرغبه في التعلم، هل يا ترى في مستوى الاستيعاب زي الشخص اللي بيشعر بالقلق وبالتوتر وبخيبه الامل، المشاعر السلبيه دي؟ بلا شك بيبقى في اختلاف كبير ما بين الاثنين. تمام، فدي اول تمرين كده يعني بنتفاعل مع بعض فيه. تعالوا بقى نخش على اللقاء بتاعنا ونتكلم عن الذكاء العاطفي. وقبل ما اشارك حضراتكم بتعريف الذكاء العاطفي لواحد من مؤسسين العلم ده في العالم، حابب اعرف من حضراتكم كده وتشاركوني من واقع خبراتكم ومن واقع القراءات بتاعتكم او من واقع حضوركم لبعض المحاضرات او ان انتم اتفرجتوا على فيديوز معينه، قولوا لي ايه هو تعريف الذكاء العاطفي من وجهه نظر حضراتكم؟ يا ريت تشاركوني كده على الشات وتقولوا لي ايه هو تعريف الذكاء العاطفي من وجهه نظركم؟ على فكره مفيش صح وغلط، يعني عادي حضرتك او حضرتك شارك ومفيش صح وغلط، قول اللي انت تعرفه عن الكلمه دي الذكاء العاطفي، تفتكروا هو عباره عن ايه؟ خلوني اخد كده بعض المشاركات من حضراتكم وبعد كده هشارك معاكم بواحد من اهم التعريفات اللي اتقالت عن الذكاء العاطفي لواحد من مؤسسين العلم ده في العالم. طبعا بفكر حضراتكم هنشارك على الشات، بنكتب على الشات كل واحد يشارك بالتعريف بتاعه. مريم احمد قالت انك قادر تتعامل مع غيرك بكفاءة. هايل جدا يا مريم، اشكرك. عندنا محمد خميس قال ازاي تتعامل مع كل شخص على حسب طبيعته. ممتاز يا محمد. عندنا اسراء ياسر بتقول اني اقدر افهم مشاعري ومشاعر الناس اللي حواليا واتعامل على حسب المشاعر دي. هايل جدا يا اسراء. اما هديل فقالت القدرة اني اقدر اتعامل وافهم وإدارة المشاعر وإدراك المشاعر. ممتاز جدا. عندنا كمان مشاركة من، خلينا ناخد كده المشاركات، ما شاء الله يعني مشاركات حضراتكم هايلة جدا. إيمان عاطف قالت إن أقدر أتحكم في انفعالاتي وأتحكم في انفعالات وردود أفعال الآخرين.
ومشاعره، والذكاء الاجتماعي جزء من الذكاء العاطفي. ممتاز جدا. أما عيشة فقالت معرفة التصرف الصحيح أو التوقيت الصحيح للتعامل مع الموقف والآخرين. هايل جدا، ما شاء الله، واضح إن أنتم مذاكرين ومحضرين نفسكم قبل اللقاء. أما رمضان فقال من وجهة نظري الطريقة التي من خلالها أقدر أقنع أو أتواصل مع شخص بشيء ما، لكن بأساليب وعواطف مختلفة. هايل جدا يا رمضان. كمان مريم أحمد بتقول إني أفهم مشاعري. ليه خرجت بالشكل ده في الموقف المعين ده؟ هايل جدا، وده هنعرفه النهاردة مع بعض يا مريم، وهتعرفيه بشكل علمي. عندنا كمان محمد عبد الصادق قال القدرة على إدراك واستخدام وفهم وإدارة والتعامل مع العواطف. ممتاز. أما هشام فقال القدرة على فهم الأشخاص وشعورهم وبالتالي طريقة التعامل. عظيم جدا. أنا في الحقيقة ممتن لحضراتكم على مشاركاتكم الأكثر من رائعة. هايل هايل، مشاركات ممتازة جدا، ما شاء الله عليكم. تعالوا نعرف بقى مع بعض تعريف الذكاء العاطفي لواحد من مؤسسين العلم ده في العالم. قال لنا إيه؟ طيب آخد قبل ما آخد قبل ما أقول التعريف آخد آخر مشاركة من ياسر، بيقول التعرف على مشاعر الآخرين وعواطفهم والذكاء بالتفاعل معهم. هايل جدا جدا، أشكرك. تعالوا ناخد التعريف مع بعض. دي بالمناسبة صورة عالم النفس دانيال جولمان. دانيال جولمان واحد من مؤسسين الذكاء العاطفي. بالمناسبة ليه كتاب حلو قوي أدعوكم إن أنتم تقرؤوه، اسمه الذكاء العاطفي بالعربي. الذكاء العاطفي، لحظة واحدة كده أجيبه لكم من المكتبة. فين الكتاب ده كمان حلو؟ كتاب لقيته. ده الكتاب اللي بقول لحضراتكم مهم جدا ان انتوا تقرؤوه. ده كتاب دانيال جولمان عن الذكاء العاطفي. برضو الكتاب ده لطيف جدا، اسمه الذكاء العاطفي 0.2. حلو قوي. تمام. في كمان بمناسبة الكتب بقى، قلت لكم الكتاب بتاع كوكون. ده كتاب كوكون، ده الكتاب اللي انا تشرفت بتأليفه، يعني شاركت في تأليفه. وفي كتاب كمان هدايا القلم، من الكتب اللطيفة جدا كتاب هدايا القلم. فدي كده بعض الاقتراحات للكتب اللي انتوا محتاجين تقرؤوها، هتفرق كتير جدا معاكم. طيب قال لنا ايه بقى دانيال جولمان عن الذكاء العاطفي؟ علشان حضرتك وحضرتك يكون عندكم ذكاء عاطفي محتاجين ايه او محتاجين تتعلموا ايه؟ تعالوا بقى نعرف مع بعض كده. ها، ركزوا كويس قوي في التعريف عشان اللقاء بتاعنا هو مبني على التعريف اللي انا هشاركه بحضراتكم دلوقتي. اول حاجه التعرف على مشاعرك انت، وادراك تاثيرها عليك انت، وادارتها. انت اللي محتاج تدير مشاعرك والتعبير عنها. لما نيجي نمسك كده كل كلمه هنلاقي ان كل كلمه بتعبر عن مهاره معينه. التعرف على مشاعرك دي مهاره، وادراك تاثيرها دي مهاره، وادارتها دي مهاره، والتعبير عنها دي مهاره. الجزء ده كله كده خاص بحضرتك. تمام؟ طيب الجزء الثاني بقى هيبقى خاص بيك وخاص بحد تاني بيتعامل معاك، والتعرف على مشاعر الآخرين والتعامل معاها. خلي بالك في مشاعرك انت، انت مطلوب منك انك تديرها. طب في مشاعر الآخرين مطلوب منك انك تعمل ايه؟ ها، تتعامل معاها. طيب وذلك لتحفيز انفسنا ولإدارة عاطفتنا بشكل سليم في علاقاتنا مع الآخرين. ده كده بالنسبة للتعريف. تعالوا نعرف. طبعا دانيال جولمان في عمل نموذج للذكاء العاطفي. النموذج ده مكون من 5 مهارات مهمين جدا، وكل طبعا مهارة من الخمسة مجموعة من المهارات. كل ده بشرحه في برنامج كبير اسمه برنامج الذكاء العاطفي. يمكن حضر أكثر من 130 متدرب من 12 دولة في العالم البرنامج ده على مدار السنتين اللي فاتوا دول. طيب نموذج الذكاء العاطفي بتاع دانيال جولمان بيتكون من إيه؟ بيتكون من 5 مكونات مهمين. أول مكون الوعي الذاتي
ان يكون عند حضرتك وعي بمشاعرك وعندك قدرة على تسمية المشاعر دي والتعبير عنها وتدرك حدة المشاعر. رقم اتنين، إدارة الذات. إنه مش كفاية إنك تعرف أنت بتشعر بإيه، في أوقات بيبقى مهم جدا ليك إنك تدير الشعور اللي أنت بتشعر بيه ده علشان ما يدفعش حضرتك إنك تاخد قرارات ترجع تندم عليها بعد كده. رقم تلاتة، التحفيز الذاتي أو السيلف موتيفيشن. إزاي أنت تقدر تستثمر المشاعر الإيجابية إن هي ترفع من إنتاجيتك وترفع من طاقتك. ازاي لما بتبقى داون حضرتك تقدر انك انت تحمس وتحفز نفسك، مش بكلام بقى يلا انت جامد وانت تقدر وانت فظيع وانت ما حصلتش، لا خالص، مش هو ده التحفيز الذاتي المقصود بيه. التحفيز الذاتي مقصود بيه ازاي انك تعمل انشطة تخليك تشعر بمشاعر ايجابية، فبالتالي المشاعر الايجابية دي تساعدك انك انت تروح تعمل اعمال معينة انت عايز تعملها. تمام. رقم اربعة وهي مهمة جدا، اسمها الامباثي او التعاطف مع الاخرين. ازاي انك انت تقدم التعاطف لاي شخص انت بتتعامل معاه محتاج التعاطف ده، بس اهم حاجة انك انت وانت بتقدم التعاطف ده ما تجيش على نفسك وما تغرقش في مشاكل اللي قدامك. يعني حلو انك تساعد اللي قدامك، بس مش حلو خالص انك تلبس المشكلة بتاعته تبقى انت بتمصها كده. واوقات ده بيحصل كتير جدا، انك تبقى قاعد بتسمع مشكله لحد تروح البيت ودماغك لسه شغاله في المشكله، جايز يكون هو نسي اصلا وانت دماغك لسه شغاله في نفس المشكله. او لما بعض الاشخاص، طبعا دي حته التعاطف انا وقفت عندها، لان كتير من الشخصيات الحساسه، الشخصيات اللي هي بتكير بالناس قوي وبتقدر ان هي تحس بالناس اللي حواليها جامد، بيقدموا التعاطف بيبقى اوفر جدا عن ان الشخص محتاجه. فالذكاء العاطفي بيعلمك ازاي انك تحس بالاخر في نفس الوقت ما تجيش على نفسك. المهاره رقم خمسه وهي السوشيال سكيلز او المهارات الاجتماعيه. ازاي ان حضرتك يكون عندك طريقه تقدر من خلالها تتعامل مع الناس بمختلف الشخصيات بتاعتها. ده كده نموذج دانيال جولمان للذكاء العاطفي. تعالوا نعمل مشاركة كده مع بعض. محتاج من حضراتكم تتخيلوا لمدة 30 ثانية كده ان بقى عند حضرتك ذكاء عاطفي. تخيل ان حضرتك بقى عندك ذكاء عاطفي، تمام، وبقيت قادر انك تطبق الخمس مكونات دول زي ما انا وضحتهم باختصار كده، وهنبدأ ناخد منهم اول مكون نتكلم عنه بالتفصيل اكتر. تعالوا نتخيل كده ان احنا بقى عندنا الخمس مكونات دول. حلو، يا ترى ايه اللي هيتغير بشكل ايجابي على المستوى الشخصي والمستوى المهني؟ ها، محتاج حضرتك تتخيل كده وتشاركني على الشات، تقول لي ايه اللي ممكن يتغير في حياتك على المستوى الشخصي والمستوى المهني لما تكون انت متعلم كل الحاجات دي. ها، هديكم فرصه كده، فكروا لمده 30 ثانيه وبعد كده شاركوني على الشات. طبعا قولوا لي على المستوى الشخصي هيحصل كذا كذا كذا، على المستوى المهني هيحصل كذا كذا كذا. تعالوا كده ناخد اول مشاركة. عندنا رمضان قال: طيب الشخص المسرف في الحنية ازاي يقدر يتغلب على ده كويس، مع العلم ان ده صفة من صفاته اللي ربنا خلقه بيها، مع العلم انه بتسبب له مشاكل كتير جدا زي ما حضرتك قلت. طيب هستأذن حضرتك يا رمضان تفكرني بالسؤال ده في نهاية اللقاء ان شاء الله، هيبقى في وقت مخصص لاستقبال الاسئلة. تمام. ياسر بيقول: تكون انسان هادي، ده هيساعدني ان انا اكون انسان هادي اكتر ونصبح أكثر حكمة وإيجاد حلول لمعظم المشكلات اللي بتواجهنا ومساعدة الآخرين على المستوى الشخصي. هايب جدا. قول لي على المستوى المهني إيه اللي ممكن يحصل يا ياسر. محمد عبد الصادق قال: أنا مش بنفس الخطوات أوريدي، يعني ماشي بنفس الخطوات أوريدي،
قول لي ده هيفرق معاك ازاي يا محمد؟ مريم احمد قالت المستوى الشخصي ان فعلا ما انغمسش في مشاكل الناس قوي واخليها تاثر عليا، وعلى المستوى المهني هيبقى عندي ذكاء اجتماعي اكتر واعرف اتعامل مع كل الناس على اختلاف شخصياتهم. هايل جدا يا مريم، برافو عليكي. ها ايه كمان؟ هاخد كمان كده مشاركتين. الرائع محمد خميس بيقول هقدر، تعالى يا محمد انت رحت فين؟ ايوه محمد خميس بيقول هقدر ارتب اولوياتي على كل حاجه حواليا، ومنها هنجز حاجات كتير المشاكل مغطياها او التردد محاوطها ومش قادر اتجاوزها. هايل جدا يا محمد. اما هديل عبد العزيز بتقول على المستوى الشخصي هقدر افهم مشاعري كويس واحاول اخد وقت في مشاعري وما اتخطاش المشاعر دي. مثلا لو حزن ياخد وقته ويتفهم ويتقبل المشاعر دي ويتعامل معاها كويس. على المستوى المهني هيفيدني اني اعرف اتعامل كويس وكده هرتقي في المستوى المهني بتاعي. ممتاز جدا يا هديل. اما رمضان فبيقول من اهم النتائج بشقع في اخطاء ساذجه مره اخرى سواء في الحياه اليوميه او العمليه، كمان هقدر اتعامل مع كل الناس من كل الطبقات وهقدر اوصل رايي بكل حريه وهقدر اتعلم اكتر. ممتاز جدا يا رمضان. ايمان عاطف قالت هحافظ على تركيزي بشكل اكبر لوقت. تعالي يا ايمان انت رحت فين؟ هحافظ على تركيزي بشكل اكبر لوقت اكثر في شغلي بسبب عدم التاثر بمشاعر الاخرين السلبيه او الايجابيه، هكون ارحم في التعامل مع الناس. الله عليك، لان هكون اوعى بمشاعري وهقدر اهندلها لو اختلفنا في وجهات النظر. ممتاز جدا. اما ياسر بيقول المستوى المهني تصبح لامعا في العمل وتعرف تشتغل في تيم بشكل انسياب بكل انسيابيه وترتقي في العمل. هايل جدا يا ياسر. اما الباشمهندسه هاجر فبتقول على المستوى الشخصي هكون اكثر تحكما في نفسي وانفعالاتي اكتر واقدر اكون في ايجابيه معظم الوقت بسبب اني بقدر افهم كل حاجه جوايا ماشيه ازاي. على المستوى المهني هقدر اتعامل مع مختلف الاشخاص في سوق العمل واكون علاقات كتير هتفيدني واكون انسان اجتماعي اكتر. ممتاز جدا. محمد عبد الصادق بيقول فرق في شخصيتي من حيث الحكمه وطريقه الكلام وعرفت ارتب اولوياتي واركز اكتر على هدفي، ده على المستوى الشخصي. مع المستوى الاجتماعي بتعامل مع مختلف الاشخاص وبكل علاقات وبكون علاقات كتير. ممتاز جدا يا محمد، ما شاء الله عليك، ربنا يفتح عليك يا رب. وانا شاكر جدا بكل المشاركات الممتازه اللي حضراتكم شاركتوها، ويمكن احنا نقدر ناخد بالنا من المشاركات اللي احنا شاركناها دي مدى اهميه ودور الذكاء العاطفي في حياتنا على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي. وكل الكلام اللي حضراتكم قلتوه لما كنت بسأل طلاب العلم او المتدربين اللي كانوا بيحضروا معايا البرنامج، وطبعا سنهم بلس 25 بيحضروا سواء كانوا مديرين في شركات او كانوا شغالين في قطاع التعليم دكاترة في الجامعة او مدرسين او شغالين في البنوك او اطباء، في الحقيقة كان في توليفة كده او كانوا لايف كوتشز او مستشارين نفسيين، كانت توليفة عظيمة جدا بتحضر البرنامج، وكل واحد كان بيحضر لهدف ما هو محتاج يتعلم الذكاء العاطفي علشان تمام. لما كنت بسألهم الذكاء العاطفي ممكن يساعدكم في ايه، فكانوا بيقولوا نفس الكلام اللي حضراتكم قلتوه ده. وفي نهاية البرنامج لما كنت بسألهم انتوا تعلمتوا ايه، في الحقيقة قالوا كل الكلام اللي حضراتكم قلتوه ده، بالإضافة انه فعلا بقوا قادرين ان هم يمارسوا الكلام ده بشكل علمي وبشكل عملي في حياتهم. ولان احنا في البرنامج بنمسك كل حاجه علميه بنطبقها ازاي بشكل عملي وبنتعلمها مع بعض. طيب تعالوا بقى نروح نعرف مع بعض المعلومات المهمه عن الذكاء العاطفي، وهنتكلم تحديدا عن المكون رقم واحد النهارده. هنستغل الوقت بتاعنا ونستفيد من الوقت بتاعنا ان احنا نتكلم اكتر عن الوعي الذاتي
ازاي المشاعر بتتكون؟ ازاي؟ ده سؤال مهم جدا، احنا محتاجين نعرف اجابته. ازاي المشاعر بتتكون؟ وبتتكون من ايه؟ ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه دلوقتي. تمام؟ اتفقنا ان الوعي الذاتي ان انت يكون عندك قدرة على الوعي بمشاعرك، تبقى عارف انت بتشعر بايه دلوقتي وازاي ده مؤثر عليك، وهنشتغل على ده بشكل عملي مع بعض، بحيث ان حضراتكم تبقوا خارجين من اللقاء ده فعلا مش بس معاكم معلومة، انتوا كمان معاكم معلومة وعندكم مهارة ازاي تطبقوا المعلومة دي. تمام؟ طيب تعالوا نعرف مع بعض كده المشاعر. المشاعر اللي مغلبانا كلنا، المشاعر اللي بتخلينا نعمل كل السلوكيات اللي انتوا تتخيلوها في حياتكم. ما في سلوك بيحصل مننا الا وبيكون الدافع بتاعه او المسبب ورا السلوك ده شعور ما. طيب تعالوا نعرف ازاي المشاعر دي بتتكون. طيب هي المشاعر اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن حاله ذهنيه بتظهر بشكل طبيعي وتلقائي في الجهاز العصبي بدون بذل جهد، تتطلب ردة فعل إيجابية أو سلبية. وضروري جدا إن احنا نركز على آخر كلمتين، ردة فعل إيجابية أو سلبية. يعني أي شعور حضرتك بتشعر بيه بيخليك تعمل سلوك، إما إن يكون السلوك ده إيجابي أو يبقى سلوك سلبي. طيب تعالوا كده نعرف إزاي المشاعر بتتكون. تعالوا الأول أديكم مثال وامشوا معايا كده بالمثال ده. تعالوا نتخيل مع بعض ان احنا ماشيين في شارع. حلو، هجيب الموضوع من الاول اهو خالص، وركزوا بقى معايا كويس قوي لان النقطه دي مهمه قوي. ماشيين في شارع وقابلنا كلب. تمام؟ قابلنا كلب شكله كان مريب شويه، غريب حبتين. حلو كده، حلو كده. طيب ايه الحاجه الاول يعني محتاج من حضراتكم تشاركوني على الشات، او لو متاح ان انتوا تعملوا يبقى في مداخله صوتيه ممكن تعملوا ريز هاند واحمد هيدخلكم معايا صوت ان شاء الله. تمام؟ الاول بس محتاج حد يشارك معايا صوت، فمين جاهز؟ ولد او بنت؟ ها اعملوا ريز هاند واحمد هيبدا يدخلكم معايا. انا عاوز اثنين او ثلاثه يكون بس المايك بتاعهم مفتوح. ها نغير كده شكل المشاركة، بدل ما هي تبقى شات هتبقى فويس. مين متطوع معايا؟ شباب مهندسين. عندنا مريم أول واحدة، أحمد بعد إذنك افتح صوت عند مريم، ومحمد عبد الصادق كمان هايل جدا، محتاج واحد كمان، محتاج متطوع كمان، وعندنا علاء، علاء كمان هايل. طيب السؤال انا هسال حضرتك الاول، ادركنا منين انه في كلب، في كلب في الشارع، عرفنا ده ازاي؟ هايل جدا. فايه الحاسه اللي اشتغلت هنا يا مريم؟ البصر. ممتاز قوي. الكلب بدا يعمل اصوات غريبه حبتين، ايه الحاسه اللي هتشتغل هنا؟ السمع. برافو عليكم، برافو عليكم. طيب هنا أول حاجة يا شباب، إحنا بندرك العالم الخارجي، كل حاجة حوالينا بندركها إزاي؟ بالحواس؟ عند مريم بس عشان ماشي. طيب بندرك العالم الخارجي اللي حوالينا عن طريق إيه؟ عن طريق الحواس الخمس. يبقى أول حاجة لما سألت مريم أنت إزاي عرفت إن ده كلب؟ قالت أنا شفته. طيب لما عمل أصوات غريبة عرفت إزاي؟ قالت أنا سمعته. حلو جدا. طيب اوقات تانية هتبقى انت بتشم ريحه معينه، فهنا حاسه الشم، اوقات انت هتتذوق حاجه معينه، اوقات هتلمس حاجه معينه، وهكذا. يبقى انت بتدرك اول حاجه، بتدرك العالم الخارجي من خلال الحواس الخمس. تاني حاجه بتحصل بعد ما ادركت الشيء ده، بتعمل ايه؟ بتبدا انك تفكر. اول حاجه بتحصل انك تفكر. تمام؟ طيب محمد عبد الصادق، محمد قول لي بقى أول حاجة هتفكر فيها في الكلب ده، هتفكر في إيه؟
ثانية، في ايه بالظبط؟ يعني الكلب المريب اللي شكله غريب قصادك ده، وبيعمل اصوات يعني تحسها اصوات غريبة، ايه اللي انت هتفكر فيه؟ ايه اللي هيجي في بالك؟ اطلع اجري. بالمناسبة ممكن كمان انتوا كمان تشاركوني على الشات، يعني انا بسأل محمد، مفيش مانع ان انتوا كمان تشاركوني على الشات، ايه اللي هيجي في بالكم؟ ايه اللي انتوا هتفكروا فيه؟ اتفضل يا محمد. الخوف طبعا. لا ماشي، الخوف، قبل الخوف ايه اللي انت هتفكر فيه؟ اللي هو هيهاجمني. حلو جدا، يبقى اول حاجة انا فكرت انه هيهاجمني، ايه كمان؟ فكرت في ايه كمان؟ ان لو ما جريتش هتأذى. لو ما جريتش هتأذي، حلو قوي، ايه كمان؟ ايه كمان ممكن تفكر فيه؟ هفكر بقى في طريقة هروب ممتازة بقى، ان انا اجري اختفي من قدامه. هحاول افكر في ان انا ازاي ههرب منه، حلو قوي. ايه كمان؟ مريم كمان بتقول لنا على الشات طريقة الهروب، ممتاز جدا. انتوا كمان ممكن تفكروا في ايه لو انتوا في الموقف ده؟ لقيتوا كلب شكله غريب وبيعمل اصوات غريبة، هفكروا في ايه؟ شكرا جدا ليك يا محمد. عندنا هشام بيقول يا اما هيحاول يهاجمني او يجري ورايا. ماشي، ده اللي انا هفكر فيه، ممتاز. طيب امشوا معايا بقى. يبقى اول حاجة انا ادركت ان في كلب عن طريق ايه؟ الحواس الخمس. بعد كده بدأت افكر الكلب ده ممكن يعمل ايه، فبدأ يجي في بالي انه هيهاجمني، انا محتاج اهرب منه، ممكن يأذيني، هفكر في طريقة للهروب. الافكار دي ايه مصيرها؟ الافكار دي تفتكروا بتروح فين او بعمل بيها ايه؟ الافكار دي بتروح فين او بعمل بيها ايه؟ حد يقدر يقول لي الافكار بقى اللي طلعت دي؟ انا في موقف فادركت الموقف ده، شفت انا شفت انا فين، وبدات افكر، طلع لي افكار، بقى معايا افكار، منتج افكار اهو، بيتعمل بيه ايه بقى الافكار دي؟ بتروح فين؟ علاء قال بتروح اشاره للعقل، ممتاز جدا. عندنا كمان ياسر بيقول بتروح للمخ بيصدر الفعل، ممتاز. عندنا هاجر هتقودني لفعل معين، حلو قوي. الميكانيزم بقى اللي بيحصل عشان في الاخر يبقى فيه فعل، ايه اللي بيحصل؟ الافكار دي هي اللي حددت مشاعري، وبناء عليه حصل تصرف مني سواء كان ايجابي او سلبي. هاي لهديل، يعني انتوا ما شاء الله كلامكم بيكمل بعض. طيب عندنا كمان اسراء قالت الافكار دي بتنبهني لحدوث خطر، حاجه غير مألوفه بتروح للمخ وتترجم كاشاره وتصبح في رد فعل مناسب ليها. هاي يا اسراء، قربت جدا. هشام قال المخ ثم ضربات القلب بتزيد وابدأ أعمل حاجة يا إما إيجابية أو سلبية. ممتاز جدا. طيب خلوني أوضح لحضراتكم إيه اللي بيحصل. أنا هنا بتكلم عن إيه يا شباب؟ أنا بتكلم إزاي المشاعر بتتكون. فاللي أنا بحكيه ده بيحصل في كل المشاعر اللي حضراتكم بتحسوا بيها. أول حاجة إيه؟ إنك بتشوف شيء أو بتسمع أو بتتذوق أو بتلمس، حلو كده؟ حلو. بعد كده بتبدأ إنك تفكر، الريحة اللي أنا شميتها دي يا ترى ريحة إيه؟ إيه ده؟ ريحة غاز؟ إيه ده؟ في أنبوبة مفتوحة؟ إيه اللي عرفك إن في أنبوبة مفتوحة؟ إنك أدركت الأول إن في ريحة اسمها ريحة غاز، أنت أدركت وميزت الريحة. طيب إيه اللي يخليك إنك تقول دي ريحة أنبوبة؟ تمام؟ ما مش ريحة حاجة تانية. بدأت إنك تفكر في الريحة دي، حلو. الأفكار دي بتروح فين بعد كده؟ بتروح لرئيس مجلس إدارة الجسم. حد عارف إيه هو الجهاز اللي بيطلق عليه رئيس مجلس إدارة الجسم؟ حد يعرف؟ حد يقدر يتوقع؟ برافو عليك يا محمد يا صادق. الجهاز العصبي هو رئيس مجلس إدارة الجسم. فعلاً، ممتاز جداً. مريم ومحمد الصادق قالوها في وقت واحد، ممتاز جداً. يبقى الأفكار دي بتروح فين يا شباب؟ بتروح لرئيس مجلس إدارة الجسم، تروح الأفكار للجهاز العصبي. بدور الجهاز العصبي بقى بيعمل إيه؟ إيه الحاجة اللي بيعملها الجهاز العصبي؟ حد عارف؟
ها انا عارف المعلومه وسهل ان انا اقولها لك على طول، بس الطريقه اللي انا بتكلم بيها مع حضراتكم كده بتشجعنا وبتخلينا نفكر مع بعض بصوت عالي. ها الجهاز العصبي ياسر بيقول بتبعت اشاره كهربائيه، مريم اشارات الاستجابه، وعندنا زوزو بيقول افكر في هدوء قوي في ظهر اول والعصبيه، يرسل اشارات كهربائيه للمخ. هايل جدا هايل جدا. بيبدا الجهاز العصبي ياخد الافكار دي علشان يفرز اشارات كهربائيه، عشان تفرز هرمون. هرمون بيتفرز هرمون. طب يا ترى من توقعات حضراتكم كده الهرمون اللي هيتفرز ياسر جاوب على السؤال من قبل ما اقوله. هايل ياسر والله، برافو عليك، جاوب على السؤال من قبل ما اقوله. هايل جدا، يعني انا اول مره يحصل في لقاء التفاعل يبقى بالشكل ده. ما تبقوش مهندسين لو ما عملتوش كده، يعني هايل جدا ما شاء الله عليك. تمام. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ زي ما ياسر قال ومحمد الصادق هو كمان شغال معاه، اللي بيحصل بعد كده انه بيتفرز هرمون. فكنت لسه هسألكوا تتوقعوا ايه الهرمون اللي ممكن يتفرز من غير ما تتوقعوا، اصلا في ناس توقعت لوحدها، فعظيم جدا. فياسر قال هرمون الادرينالين وهرمون هرمون الادرينالين. في كمان هرمون محتمل انه يتفرز، تفتكروا ايه؟ ها في هرمون كمان ممكن يتفرز غير الادرينالين. لا الدوبامين ازاي يا مريم؟ هبقى مبسوط وانا شايف الكلب واقول له كلب كلب كلب، اكيد مش هعمل كده. تمام. الدوبامين ده بتاع السعاده يعني. اكيد مش هعمل كده. لو موقف ايجابي ماشي، بس احنا مش بنتكلم عن موقف ايجابي دلوقتي. تمام اوكي ماشي. طيب تتوقعوا ايه الهرمون اللي ممكن يتفرز مع الادرينالين؟ الانسولين. ها حد توقع الانسولين؟ ماشي. ايه تاني؟ لا هو هرمون تاني، هرمون بيخليك مشدود، دوبامين. هي طالبه معاكم سعاده، يعني البنات طالبه معاها سعاده قوي. يعني مريم قالت دوبامين واميره قالت دوبامين، ما شاء الله. احنا بنتكلم على الكلب يا جماعه. رمضان يعني، بص يا رمضان يعني كده كده انت رحت بعيد قوي. تستوستيرون ايه اللي هيجيبه هنا دلوقتي؟ لا ده بعيد قوي. اسراء قالت اسم الهرمون صح، كورتيزون. برافو عليك، كورتيزون. متوقع انه هرمون الكورتيزون او الادرينالين. لا انت اكيد عارف التستوستيرون ده بيعمل ايه، يعني اكيد مش ده مكانه خالص برضه. هايل يا اسراء، برافو عليك. هو عندنا دلوقتي هرمون الادرينالين او محتمل يكون الكورتيزون. تمام. طيب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ الهرمون اتفرز، فبيعمل ايه في الجسم حضرتك اول لما الهرمون بيتفرز؟ تمام. في اللحظه دي بيتكون الشعور. يلا شباب تفتكروا الشعور بقى هيكون ايه دلوقتي؟ ها الشعور اللي انا هبقى واقف فيه بقى دلوقتي وانا بقى بيحصل كل ده هيكون ايه الشعور؟ خوف، قلق، عيشه، برافو عليكي. الفزع او الخوف، رمضان هايل جدا. قلقان او مرتجف، القلق والتوتر، ممتاز ممتاز، برافو عليك برافو عليك برافو عليك. هاي شعور خوف وقلق وجري على طول. لا يعني مهندسين مهندسين قوي يعني ما شاء الله، برافو 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 يعني. تمام. طيب اللي انا عملته دلوقتي انا عملت ايه؟ احنا كده عرفنا ازاي الشعور بيتكون، لحد كده عرفنا ازاي الشعور بيتكون. بالظبط اللي انا عملته اكننا كنا بنتفرج على فيلم وعملنا الفيلم ده سلو موشن، والصوره بتتحرك ببطء جدا عشان تبقى مدرك كل تفاصيل الصوره. تخيل بقى اللي احنا بقالنا شويه بنحكي فيه ده اكتر من تلت ساعه بنتكلم فيه بيحصل معاك في 100 ثانيه. شوف قدره ربنا سبحانه وتعالى، علشان قدره ربنا في الميكانيزم الطريقه اللي بيتكون بيها الشعور، انت في لحظه ممكن تشوف حاجه تلاقي دمك فار في ثانيه.
ايه ده؟ في لحظه، في لحظه فكرت، والافكار راحت للجهاز العصبي، والجهاز العصبي فرز هرمون، والهرمون فرز شعور، فلقيت نفسك اتوترت، اتعصبت، غضبت، قلقت. الميكانيزم ده بيحصل في ثانيه، اللي انا بقالي شويه بشرح فيه. انا عملت سلو موشن او حاولت ان انا اعمل زوم ان قوي علشان نبقى احنا ماشيين ستيب باي ستيب ازاي المشاعر بتتكون جوانا واحنا مش حاسين. حاله عصبيه بتظهر في الجهاز العصبي بدون بذل مجهود، بتتطلب رده فعل ايجابيه او سلبيه للمشاعر. طيب يبقى بعد ما الشعور اتكون بتتطلب رده فعل ايجابيه او سلبيه، تتوقعوا بعد ما الشعور اتكون ايه اللي هيحصل؟ ها قولوا لي انتوا بقى، هنعمل ايه مع الكلب؟ هنعمل ايه؟ تفتكروا ايه الاكشنز المختلفه اللي احنا هنعملها بقى نتيجه المشاعر اللي احنا بنشعر بيها دلوقتي؟ ها شاركوني. اسراء قالت اول حاجه هنبعد عنه، هفكر ان انا ابعد عنه. هديل قالت بعد الشعور التصرف بيكون على طول هو الجري للجدعان، اجري يا مجدي. تمام، هنجري اكيد. تمام، او ممكن ناخد شارع تاني على حسب كل شخص. ممكن شخص يجري، ممكن شخص يحاول يقاوم، ماشي. تمام، رد الفعل ممكن الهرب، محاوله التخويف، ان انا اخوف الكلب. البعض بيصاب بالجمود، ان انا ممكن اتجمد كده واخاف مكاني. عندنا هشام قال يا اما هجري يا اما همسك نفسي علشان لو جريت هيجري ورايا. علاء قال همسك حاجه في ايدي ادفع بيها عن نفسي عشان اخوفه. هاجر قالت هجري وانا بقول كلام غير مفهوم. عندي فضول اعرف ايه الكلام ده. بس ماشي اوكي، ده اللي في الغالب هيحصل. ممتاز جدا. يبقى احنا عملنا ايه دلوقتي؟ احنا اتكلمنا ازاي الشعور بيتكون. اول حاجه حضرتك بتدرك حاجه من خلال الحواس الخمس، ايا بقى ايا كان الحاسه اللي اشتغلت. تمام، بعد كده بعد ما بتدرك الحاجه دي بتبدا تفكر، بيبقى في عندك مجموعه من الافكار. تمام، بعد كده الافكار دي حضرتك بتروح اوتوماتيك للجهاز العصبي بحكم مسؤوليته على الجسم كله. هو رئيس مجلس اداره الجسم، هو اللي بيحرك كل اجهزه الجسم، هو اللي بيقول الجهاز الحركي اتحرك، هو اللي بيقول للجهاز العضلي اتحرك، هو اللي بيقول للجسم كله اتحرك بناء على ميكانيزم معين هو مسؤول عنه. فعلشان الجهاز الحركي يتحرك بيروح يتفرز هرمون عشان يخلق طاقه في الجسم. ما مفيش عضلات هتتحرك الا في وجود طاقه، الطاقه دي هتيجي منين؟ من الشعور. تمام؟ طيب بعد ما الشعور بيتكون بيبقى في اكشنز معينه بتحصل. طيب مين واخد باله بقى ومين كان مركز يقدر يقول لي يا ترى الشعور بيتكون من ايه ومن ايه؟ انا سهلتها اهو، من ايه ومن ايه؟ مين يقدر يقول لي الشعور بيتكون من ايه ومن ايه؟ حد يقول لي امال اللي انت كنت بتقوله ده يا محمد، اللي انا كنت بقوله ازاي الشعور بيتكون، انما السؤال بتاعي دلوقتي هو بيتكون من ايه ومن ايه؟ ها توقعوا، ومتاكد انه في حد هيجيبها صح كالعاده، يعني ما شاء الله اجاباتكم الاغلب بتاعها بيكون صح. عندنا ادراك واستجابه، عندنا اشاره عصبيه وهرمون في حاله وجود الخوف، واعي ولا واعي مثلا. ها اللي هو ده بنقول عليهم ايه بقى؟ اللي الواعي واللا واعي ده ايه؟ ها توقعوا يا شباب، يا ترى المشاعر بتتكون من ايه ومن ايه؟ الإدراك ثم التصرف. ها إيه كمان؟ فعل الشعور ده، يعني أنا بسأل دلوقتي الشعور بيتكون من إيه ومن إيه؟ محفز لإفراز
إشارة أو الهرمون وبعد كده الاستجابة. حلو جدا يا رمضان، أنت قلت واحدة منهم، ها قلت واحدة منهم، قلت الهرمون عشان أسهلها عليك، تكون من هرمون، إيه كمان؟ إيه قبله بقى؟ يوسف أنت قربت جدا، عقل. العقل بقى بينتج إيه؟ بيفرز إيه؟ أو بيطلع إيه؟ بيدينا إيه العقل ده؟ يا جماعة بعد ما أدركنا الشعور، إيه الخطوة اللي إحنا بنعملها بعد كده؟ بعد ما أدركنا الشعور، ها؟ التفكير، الأفكار، التفكير. مريم قالت التفكير، فخلاص بقى يعني أقول الأفكار أنا. الأفكار، حلو. يبقى المشاعر بتتكون من حاجتين، بتتكون من الأفكار، مؤثر فكري ومؤثر كيميائي. المؤثر الكيميائي هنا هيكون ايه؟ الهرمون، الهرمونز اللي بتتفرز. طيب الهرمونز دي اصلا عشان لولا الافكار ما كانتش الهرمونز اتفرزت، فالافكار هي اللي بتحفز، بتروح للجهاز العصبي عشان يفرز الهرمونز. يبقى المكون الاولاني هو الافكار، هو المكون الفكري او الادراكي، والمكون الثاني هو المكون الكيميائي اللي هو الهرمونز. يبقى احنا كده اتكلمنا ازاي المشاعر بتتكون وبتتكون من ايه. حلو، تمام، تعالوا يلا نكمل، نكمل رحلتنا. طيب هنا الرسم التوضيحي قدام حضراتكم ده بيوضح لكم بعض الحاجات البسيطه جدا. مكان الماوس كده، الحبل الشوكي هنا مكان دخول الاحاسيس. الاحاسيس انت اللي انت بتدركها من خلال الحواس الخمس، تمام. بعد كده بتروح فين؟ بتروح لمكان اسمه الجهاز الحوفي، مكان حدوث الشعور. هنا ده اللحظه اللي بيتكون فيها الهرمون، فهنا بيتكون الشعور. طب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بعد كده بنروح للمرحله رقم 3 وهي التفكير العقلاني او الاستجابه المنطقيه للحدث. ايه اللي انت هتعمله لما سالت حضراتكم ايه السلوك اللي انت هتعمله؟ طيب ايه اللي بعد كده؟ طيب عندنا سؤال مهم جدا بيقول ايه اهميه المشاعر؟ يا ترى المشاعر دي مهمه ازاي في حياتنا؟ في الحقيقه اهميه المشاعر بيظهر في ثلاث حاجات مهمه جدا زي ما هو واضح قدام حضراتكم. سبب وجودي يتمثل في غريزه البقاء، لولا المشاعر احنا ما كناش هنبقى موجودين دلوقتي. تعالى نتخيل كده لو ما فيش انجذاب ما بين الرجل والست، مفيش اعجاب ومفيش حب ومفيش انجذاب، هل هيحصل تقاطر؟ بكل تاكيد لا، تمام. هتبقى شايف الست دي انها ست بس مفيش اي مشاعر انجذاب من ناحيتك ليها. المشاعر هو كان سبب في وجود غريزه البقاء حتى الان، المحافظه على السلاله والتكاثر والتعبير عن تفاعلاتنا في المواقف المختلفه. طيب حلو جدا. في نقطة مهمة قبل ما بقول النقطة دي، تعالوا نتخيل كده مع بعض، شاركوني على الشات قولوا لي كده خمسة من المشاعر اللي انتم تعرفوها مثلا، قولوا لي كده خمس مشاعر تعرفوها، اكتبوا لي خمس مشاعر تعرفوها، خمس أسماء مشاعر. ها ياسر قال سعادة، يعني يفضل لو نكتب الخمسة كلهم مع بعض بحيث ان انا اقراهم مرة واحدة. إسراء قالت الحزن، زيزو قال زعل، ياسر الحزين. اكتبوا لي الخمسة كده مع بعض، الغضب، هديل قالت الخوف، الحزن، التوتر، السعادة، الوحدة، الإحباط، فرح، حزن، توتر، قلق. هاجر قالت الفرح، الخوف، الاحباط، الحزن، الوحده. اسراء قالت الكراهيه، هشام قال السعاده والحزن والتفاؤل والحماس والغضب. مريم قالت الفرح، الحزن، الامتنان والاثاره، الاحباط. هايل جدا. ايه كمان؟ طيب احمد عاطف قال الخوف، الغضب، الحزن. يوسف قال الثقه وما سبق. هايل جدا، ممتاز ممتاز. طيب مجموعة من علماء النفس اشتغلوا على موضوع المشاعر ولقوا انه في مجموعة من المشاعر الأساسية
اللي بيتكون منها مجموعة من المشاعر السنوية وبالتالي المشاعر السنوية. حلو، تعالوا نعرف ايه هم المشاعر الأساسية اللي بيتكون منها كل المشاعر الباقية. ربما الموضوع ده يبقى جديد بالنسبة لحضراتكم، بس مهم ان هو يبقى واضح ليكم. زي ما هو واضح قدام حضراتكم كده، عندنا مجموعة المشاعر الأساسية: الخوف، الغضب، الاشمئزاز، الحزن، السعادة والمفاجأة أو أنك تكون متفاجئ، والسيء، شعور السيء. طيب لو جينا مسكنا كده علشان يكون عندي شعور غضب يا جماعة، هو الشعور ده بيحصل لوحده كده؟ يعني أنا غضبان فأنا غضبان عشان أنا غضبان، ولا في حاجة تسببت في أن يبقى عندي شعور الغضب؟ هو بالفعل بيبقى كده، أنه بيبقى في حاجة حصلت، فالحاجة اللي حصلت دي تسببت في مشاعر معينة، فالمشاعر المعينة دي تسببت في الشعور الكبير ان هو شعور غضب. تمام، فنلاقي ان العاطفة المسيطرة على بعض الاشخاص بتبقى عاطفة الغضب، بينما اشخاص تانية العاطفة المسيطرة عليهم بتبقى عاطفة الخوف، بينما اشخاص تالتة العاطفة المسيطرة عليهم بتبقى عاطفة الحزن او السادنس. تمام، بينما اشخاص تانية بتبقى مسيطر عليهم عاطفة الهابنس السعادة. طيب تعالوا ناخد مثال عملي كده، شخص في علاقة معينة والبارتنر بتاعه عمل موقف مثلا خيانة، فإيه الشعور اللي الشخص ده أول شعور هيجي هيشعر بيه؟ هنلاقي إنه شعور الخيانة. لو ركزتوا معايا كده في مربع الغضب، ها ركزوا كده، سوري انا واقف هنا عند مربع الغضب اهو، لو شايفين السهم، وهروح لاول شعور في مشاعر الغضب فوق اهو، خيانه. تمام، او مستاء. فلما شخص في شخص تاني في حياته يخونه، ايه اول شعورين هيشعر بيهم؟ الخيانه، شعور الخيانه، او شعور الاستياء، او ممكن الاثنين مع بعض. طيب المشاعر دي هتقودنا لإيه بعد كده؟ لشعور تاني بيربطهم هما الاثنين، اسمه شعور الخذلان. أنا أشعر بالخذلان ليه؟ لأن أنا شعرت بالخيانة، أنا حصل خيانة شعرت بالخيانة، والخيانة خلتني أشعر بالخذلان، فالخذلان خلاني أبقى غضبان. تمام؟ طيب شعور تاني مثلا، شعور استفزاز. أنت شعرت بسبب موقف معين حصل، حد قال لك حاجة فالحاجة دي بتضايقك، فأنت استفزيت، أو شعرت بالشرس، الشراسة، فالشراسة دي خلتك، دفعتك إنك تبقى إيه؟ عدواني، عايز تضربه، عاوز تخبطه، عايز تعمل معاه حاجة، فالعدوانية دي خلتك تعمل إيه؟ تغضب. يبقى هي دي السيركل بتبقى ماشية كده. يبقى في مشاعر، مجموعة مشاعر أساسية، في مشاعر فرعية بتدفعنا في الاخر ان احنا نشعر بالعاطفه الكبيره اللي هي المشاعر الاساسيه اللي موجوده في الدايره الكبيره اللي جوه دي. تمام، دي ده كده توضيح بسيط على الويل اوف ايموشنز اللي قدامنا دي، دايره المشاعر، الويل اوف ايموشنز. تمام، تقدروا تعملوا سيرش على جوجل عشان تعرفوا عنها اكتر، مهمه جدا، بتعمل لنا اويرنس، بتعرفنا على، يعني مثلا انا هسال وليكن مثلا اسراء قالت لي ان انا حزينه، فانا بقول لها انت حزينه ليه يا اسراء؟ فهي حزينه هتقول لي علشان انا مكتئبه، فانت مكتئبه ليه يا اسراء؟ علشان انا مثلا ندمانه على حاجه معينه، او حاسه بالذنب من حاجه معينه، وهكذا. فالمشاعر الشعور الاساسي بيبقى مركب من مشاعر تانية، مشاعر ثانويه. طيب خلاص احنا عرفنا يا محمد مجموعة من المشاعر. طبعا الويل اوف ايموشنز مفيدة كتير في ان هي تعرف حضراتكم مرادفات للمشاعر المختلفة، مرادفات للمشاعر. يعني احنا معظم الناس بتبقى عارفة 5 6 أو 10 مشاعر، ما شاء الله عندنا دلوقتي اكتر من 54 شعور تقدروا ان انتوا تستزيدوا وتعرفوا اسماء المشاعر دي. اوكي، طيب
ايه هو بقى تاثير المشاعر؟ خلاص بقى عندي انا شعور، محمد انا حسيت بشعور الخوف، حسيت بشعور الغضب، حسيت بشعور القلق. ازاي اعرف الشعور ده مأثر عليا ازاي؟ يعني ايه هو تاثير المشاعر؟ بيظهر تاثير المشاعر في ثلاث حاجات. اول حاجه تاثير فسيولوجي، ثاني حاجه تاثير سلوكي، ثالث حاجه تاثير ادراكي. تعالوا نمسكهم واحد واحد كده ونعرفهم مع بعض. حلو؟ ركزوا معايا. التأثير الفسيولوجي ده أسهل تأثير، بيبقى واضح وسهل جدا. ليه بقى؟ لأن ده أول تأثير بيظهر في جسمنا. تمام؟ بيظهر في جسمنا. وخليني أشرح لحضراتكم كده بعض التأثيرات الفسيولوجية اللي احنا بنحسها في نتيجة وجود مشاعر. همسك من أول الرأس كده، مقدمة الرأس. تمام؟ مش أوقات بنشعر بصداع هنا؟ أوقات بنشعر بصداع بعض الشيء. تمام؟ طيب ده بيبقى بسبب وجود مشاعر معينة. أوقات بيبقى عندنا زغللة في العين بعض الشيء، بيبقى بسبب وجود مشاعر معينة. أوقات عينينا بتدمع، بتبقى بسبب وجود مشاعر معينة. هنزل كده لمنطقة الأنف. أوقات بتلاقي نفسك قادر تاخد نفسك بشكل سلس ومريح، وأوقات تانية بتلاقي فيه صعوبة في التنفس، ده بسبب مشاعر معينة. تاني هنزل تحت، أوقات بتلاقي نفسك مرة واحدة فتحت بقك كده، ده بسبب وجود مشاعر معينة. أوقات بتلاقي نفسك ابتسمت الابتسامة الطبيعية أو ضحكت، فدي مشاعر معينة. أوقات لما ننزل بقى عند منطقة الكتف كده، أوقات بتحس بتقل جامد في كتفك، ده بيبقى بسبب وجود مشاعر معينة. لما ننزل تحت عند منطقة القلب، أوقات بتلاقي سرعة في ضربات القلب أو انخفاض في ضربات القلب، ده بسبب وجود مشاعر معينة. ننزل تحت بقى وهسألكم على العرض اللي بيبقى في البطن بقى، ها لما بيحصل ايه بيبقى بسبب ايه؟ قولوا لي انتوا بقى، ها ايه الاعراض الفسيولوجيه او التاثيرات الفسيولوجيه اللي احنا بنحسها في بطننا؟ وفي حاجات واضحه ومعروفه جدا، قولوا لي عليها يلا. قولون، قولون حضرتك، قولون. القولون العصبي طبعا، طبعا قولون عصبي، ولدرجه انه انت ممكن تبقى سامع صوت حركه الامعاء وصوت حركه المصارين وهي في بطنك، وتلاقي كركبه كده بتحصل في البطن بسبب القولون. اوقات بيبقى قولون طبعا، اوقات بيبقى في مغص، ده بيبقى بسبب مشاعر معينه. تمام؟ طيب هنزل تحت من اسفل، من اول منطقه الوسط كده لحد رجلينا تحت. اوقات وانت جاي تحرك رجلك بتشعر بصعوبه وبتقل جامد جدا في رجلك، واوقات تانية بتشعر بخفيه كبيره جدا، ده بيبقى بسبب وجود مشاعر معينه. تمام؟ طيب لو جيت سالت حضراتكم ايه اشهر الاعراض او التاثيرات الفسيولوجيه لشعور الغضب، هتقولوا لي ايه بقى؟ انا عارف ان انتوا درسين بره وجوه، وهتعرفوا تقولوا لي شعور الغضب بيبقى عامل لنا تاثير فسيولوجي ازاي في جسمنا. هقولوا لي يلا. هاجر بتقول في حاله الخوف الشديد رجلي بتقف، ده حقيقه. مريم قالت التكشيره في الوش، ها بتقع عامل كده اهو بوشك، يعني ايه وشك بيبقى متغير جدا. صداع، ضربات قلب شديده، حلو جدا. ايه كمان؟ الصوت العالي، ها بتبقى طبعا يعني ايه مش طايق اللي قدامك فبتبقى بتعلي صوتك. ها ايه كمان؟ احس جسمي ولع وسخن جامد، هايل، برافو عليك، ده واحد من اشهر التاثيرات الفسيولوجيه. ايه ده؟ هي درجه حراره جسمنا يا محمد بتختلف على حسب احنا بنشعر بايه؟ 100%. درجة حرارة الجسم وقت الغضب بتبقى سخنة جدا، بقى جسمك فعلا مولع جامد.
احيانا بيبقى تاثير بالنسبه لمريم بتقول احيانا الصمت، اضطراب في التنفس. محمد عبد الواحد قال في صعوبه في التنفس احيانا، يبقى في سرعه في التنفس. عيشه قالت ركفه في الاطراف بنحاول نسيطر عليها بقبضه اليد. برافو عليك يا عيشه. الطاقه بتاعتنا بتتوزع في الاطراف بتاعه جسمنا وقت شعور الغضب، لذلك اشهر حاجه احنا بنعملها اما ان احنا بنحذف حاجه او بنكسر حاجه او بنشوط حاجه برجلينا او بنخبط او بنرزع باب او بنكسر كوبايه او بنخبط موبايل في الحيطه. تمام؟ يا سلام بقى لو موبايل ايفون 14 ده اللي هو ب 60,000 جنيه، يعني اوقات بيحصل كل ده. اوكي؟ طيب مريم قالت ايدي احيانا ورجلي بيقفوا. ده مش غالبا مش بتبقى بسبب مشاعر الغضب يا مريم، غالبا ده بيبقى مشاعر تانية مع مشاعر الغضب. اسراء قالت اجهاد بدني وتقلبات مزاجيه. ياسر قال ساعات بتوصل انك تكسر اي حاجه قصادك، بالظبط زي ما انا كنت لسه بقول دلوقتي، درجه الحراره بتزيد بسبب سرعه ضربات القلب. صح، برافو عليك. يعني ما شاء الله زي ما انا قلت انتوا دارسين ما شاء الله بره وجوه، فيعني كل الاعراض الفسيولوجيه عن شعور الغضب انتوا قلتوها يعني زي ما الكتاب بيقول. برافو عليك. انا خايف اقول لكم شعور تاني فتطلعوا لي الكتالوج زي ما هو موجود في الكتب العلميه يعني. فربنا يفتح عليكم، ممتاز جدا. طيب ده كله كده كان بيوضح التاثير الفسيولوجي، تاثير اللي بيحصل في جسمنا لما بيكون في شعور واحد. تخيلوا كل اللي انتوا قلتوه ده عن شعور واحد، طب ما بال بقى كل المشاعر، كل شعور سبحان الله بيبقى ليه تاثير فسيولوجي في الجسم. تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ التاثير السلوكي سهل جدا. هسال حضراتكم بتعملوا ايه لما بيكون عندكم شعور الغضب؟ قولوا لي بتعملوا ايه؟ ها ناخد كده سامبل من بعض الاكشنز اللي حضراتكم بتعملوها. محمد عبد الصادق قال بكل صراحه بكل وضوح تكسير ضرب صوت عالي. ماشي يا محمد، ماشي اوكي، هايل جدا. ايه كمان تعملوا ايه تاني؟ الصراحه حلوه ده حقيقه باشمهندس محمد بلس 1. مريم قالت له يا محمد يا محمد مش انت لوحدك يا محمد، انا كمان معاك. ماشي يا مريم، ماشي. هاجر قالت انت ليه مصره يا هاجر تكلمينا بالالغاز؟ يعني هاجر قالت برضو بقول كلام مش مفهوم، قول لنا حاجه من الكلام اللي مش مفهوم ده. ماشي. ياسر قال الاستغراب ساعات وصدمه. ماشي، هايل جدا. عيشه قالت بنرزع باب الاوضه. والله باب الاوضه ده اشتكى جامد جدا، يعني دايما العصبيه بتطلع في باب الاوضه او الغضب بيطلع في باب الاوضه او في رمي المفاتيح مثلا. هاجر قالت اصل انا مش فاهمه نفسي بصراحه. جابت من الاخر. انا بقول كلام مش مفهوم انا نفسي مش فاهماه، فهقوله لحضرتك هتفهمه. فماشي يا هاجر، انا بشكرك جدا على صراحتك. هديل عبد العزيز قالت الصوت العالي اوقات الشخص يقعد في اوضته يصرخ ويكسر عشان ما نطلعش الغضب ده على حد. ممتاز جدا. هاجر قالت بتعصب وزعق بس مش حاسه بقول ايه. حلو جدا، هقول لك ليه السبب ده. اسراء حسام قالت بتقول كلام مش مستوعبه، بتقول كلام مش مستوعبه وقت الغضب. الحقيقه واحد من اكتر المشاعر اللي العلماء نبهونا ان احنا ناخد بالنا منه، وقبل العلماء ب 1444 سنه كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا ان احنا ناخد بالنا منه، هو شعور الغضب. الحقيقه شعور الغضب واحد من المشاعر اللي احنا حقيقي محتاجين ان احنا ننتبه ليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما احد الصحابه بيساله قال له وصينا يا رسول الله، قال له لا تغضب، قال له وصينا يا رسول الله، قال له لا تغضب، كررها ثلاث مرات، كنايه على انه قد ايه الشعور ده بيبقى محتاج ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا ندير مشاعرنا شعورنا وقت شعور الغضب.
في مثل صيني بيقول لو قدرت انك تمسك نفسك 5 ثواني هتقدر تمنع وقت الغضب، هتقدر تمنع نفسك من كوارث محتملة. دي حقيقة فعلا. وكمان مثل صيني بيقول لو انت بتغضب كتير ما ينفعش انك تفتح متجر، او ما ينفعش انك تبيع او تقابل زباين، علشان انت مش هتقدر انك تكنترول الايموشنز بتاعتك مع الزباين. فشعور الغضب واحد من المشاعر المهمة جدا. طيب علماء النفس قالوا لنا ايه بقى؟ قالوا، ودي يمكن حاجة محتاجين حضراتكم تنتبهوا ليها، الاشخاص اللي بتشعر بمشاعر غضب مرتفعة او حدة شعور مرتفع بيتوقف نشاط العقل في حدة مشاعر الغضب المرتفعة. فزي ما هاجر كانت بتقول لنا انا ببقى مش عارف انا بقول ايه، دي حقيقة. احنا وقت الغضب العالي احنا بنقول كلام او بنتصرف تصرفات لما بنرجع للحالة الطبيعية، او لما بنبقى في حالة احنا فيها يعني هاديين، ونبدأ حد يقول لنا كده احنا عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا، ما بنبقاش مصدقين ان احنا عملنا كل ده. فمشاعر الغضب في الحقيقة بتأثر علينا بشكل كبير جدا. طيب التأثير رقم 3 وهو التأثير الإدراكي، ويمكن ده أخطر نوع من التأثيرات الثلاثة. التأثير الفسيولوجي مرتبط بوقت معين، وقت شعورك بالشعور نفسه وبينتهي. التأثير السلوكي مرتبط بوقت وجود الشعور وبينتهي. أما التأثير اللي بيفضل مكمل مع حضرتك وبيتخزن في اللاواعي بتاع حضرتك ومش بسهولة بيخرج، التأثير الإدراكي اللي لو ما خدتش بالك منه هيتسبب في مشاكل جامدة جدا جدا في حياتك. ويمكن احنا بنشوف ده كتير في علاقتنا مع صحابنا او علاقتنا مع اهلنا او علاقتنا مع البارتنرز بتوعنا يعني، او البارتنر بتاعنا، بنلاقي انه التراكمات اللي بتحصل، المواقف اللي بتحصل بتشعر فيها بمشاعر معينة، وبعد كده بتكتم المعاني اللي انت خرجت بيها من المواقف دي، بيفضل تأثيرها جواك. ده اللي هو الانطباع اللي بعد كده بيتحول لكونه يبقى انطباع، تمام؟ ان الموقف ده ارتبط معاك بمعنى معين، فده الانطباع بتاعك على الموقف ده او على الشخص ده، لدرجة انك انت بتحكم على بعض المواقف او بتحكم على بعض الاشخاص وبتقول اصل ده كذا، اصل دي كذا، اصل ده بيقول كذا، اصل ده بيعمل كذا. ده بيبقى جاي من ايه؟ جاي من التأثير الإدراكي اللي انت، الافكار اللي انت فكرت فيها وقت الموقف وبعد ما الموقف انتهى اتخزنت جواك من غير ما تراجعها، تمام؟ ده المشكلة اللي بتحصل. طيب طبعا احنا هنعمل كل ده عملي دلوقتي علشان تستفيدوا من كل الكلام العلم اللي احنا بنقوله ده وتحولوه لموقف عملي تقدروا ان انتوا بعد كده تستفيدوا من الخطوات دي وتطبقوها في حياتكم اليومية ان شاء الله، تمام؟ طيب التأثير الإدراكي بيبقى الأفكار متمثلة في 3 حاجات. إما ان الأفكار تكون متعلقة بحضرتك بيك انت كشخص، او متعلقة بالشخص اللي معاك في نفس الموقف، او متعلقة بالموقف اللي بيجمعك، او العلاقة اللي بتجمعك، او العمل اللي بيجمعك. يبقى الأفكار اللي بتخرج وقت المشاعر إما إن هي بتبقى ليها علاقة بيك، أو ليها علاقة بالشخص الآخر، أو ليها علاقة بالموقف إيه اللي بيجمعكم مع بعض. طيب دينا مثال يا محمد عشان الفكرة توصل أكتر. طيب هقول لحضرتك، تمام؟ لو حضرتك داخل المؤسسة، تخيل كده إن حضرتك دخلت الشركة اللي انت بتحلم بيها، اشتغلت في الشركة او المؤسسة او الكيان اللي انت بتتمنى انك تشتغل فيه، وداخل فبتقول للمدير بتاعك صباح الخير يا فندم، صباح الخير يا استاذ كذا، صباح الخير يا باشمهندس كذا، فهو ما ردش عليك. اتفقنا، ايه اللي هيحصل؟ هتبدأ تفكر، صح؟ مش انت اول حاجة اشتغلت ايه هنا؟ ادركت الموقف ده ازاي؟ شفت وما سمعتش، وما ردش عليك. بعد كده بتبدأ تفكر، طيب الافكار هنا هتبقى ليه علاقة بـ3 حاجات.
اما ان الفكره دي تبقى ليها علاقه بيك انت شخصيا، او ليها علاقه بالمدير بتاعك، او ليها علاقه ب البوزيشن بتاعه او الشغل بتاعه. ايه الافكار اللي ممكن تيجي على بالك؟ اول فكره انا هنا هتكلم عنك او عنك، هو ما بيحبنيش، فدي فكره هتيجي على بالك. ممكن الفكره اللي تيجي على بالك، انا ماليش لازمه لدرجه ان المدير متجاهلني كده ومش عاوز يرد عليا، انا ما استاهلش ان انا اتعامل كويس. ممكن تفكر هو انا زعلته في حاجه او انا ضايقته في حاجه. فدي بعض الافكار اللي ممكن تبقى ليها علاقه بيك انت كشخص. طيب الافكار اللي انت هتفكر فيها ليها علاقه بالشخص الاخر بقى، ممكن تبقى عباره عن ايه؟ هو بيتنك عليا ليه؟ هو شايف نفسه ليه كده يعني؟ زي يعني عايش دور المدير قوي بسلامته؟ هم كل المديرين كده؟ فممكن بقى تروح جاي تجمع. فدي الافكار اللي ممكن تبقى ليها علاقه بالشخص الاخر، او ممكن تفكر انه ما سمعش لما قلت له ازيك او السلام عليكم. ياسر جود هو كمان هو قال ده، ممكن يبقى شخص نرجسي لمجرد انه ما قالكش السلام عليكم، ما ردش السلام، ماشي يا عم ياسر. اوكي. فممكن يبقى هو ما سمعش، باله مشغول ببعض الحاجات، جايز ما خدش باله. فدي برضو بعض الناس ممكن توجد اعذار لفكره ان هو ما ردش. طيب الافكار اللي ممكن تبقى مرتبطه بالعمل، فهنقول مثلا انه واضح انه الشغل او الاونر بتاع الشركه ضاغط عليه جامد، وزنقه في كام تاسك كده مخليه بيلف حوالين نفسه. او ممكن تقول ان الشركه هتمشيه الاسبوع اللي جاي. فانت هنا مش بتتكلم عنه كشخص، انت بتتكلم على ان في شيء تاني افكارك بتروح له. حلو كده؟ يبقى دي الافكار. طيب تعالوا نعمل تمرين عملي. تعالوا نعمل تمرين عملي عشان نطبق كل اللي احنا اتعلمناه ده. محتاج من حضراتكم ده، يعني دي اخر حاجه هختم بيها معاكم، وبعد كده هستقبل الاسئله بتاعت حضراتكم. طيب قولوا لي كده، عايزكم تفتكروا شعور انتوا حسيتوا بيه الاسبوع اللي فات. تمام؟ شعور غضب، خوف، قلق. يفضل انك تجيب شعور انت ما بتعرفش تتعامل معاه، شعور سلبي حدته دايما بتبقى عندك مرتفعه وانت ما بتعرفش تتعامل معاه. ها لا، هنعمل ده يا محمد في النوت بوك بتاعتنا. هنعمل ده في النوت بوك بتاعتنا او هتسجله على الموبايل. يعني عايز حضراتكم تكتبوا معايا، يعني عشان ممكن نحتاج نكتب بعض الخطوات. حلو. فخطوه رقم واحد، محتاج حضراتكم تكتبوا اسم الشعور، ولما تخلصوا اكتبوا لي في الشات رقم واحد، انه كده انا عرفت ان انتوا خلصتوا رقم واحد. ها اكتب اسم الشعور، كنت بتشعر بايه، موقف معين انت مريت بيه الاسبوع اللي فات وخلاك تشعر بشعور جامد كانت حدته عاليه عليك. تمام؟ اكتب رقم واحد بس. خلوا بالكم احنا هنكتب في النوت بوك بتاعتنا، يعني انا هقول لكم الخطوات وانتوا هتمشوا معايا واحده واحده، وهتكتبوا ده في النوت بوك بتاعتكم او في الكشكول او في الدفتر اللي انتوا بتكتبوا فيه. ارجو ان احنا كلنا نشارك علشان التطبيق العملي ده هيبقى مفيد جدا لحضراتكم، هتقدروا ان انتوا يعني تطلعوا بافكار وبحاجات مهمه جدا بالنسبه لكم هتعرفوها دلوقتي. طيب الخطوه رقم اتنين، هنبدا نعمل التاثيرات الثلاثه بتوع الشعور. يبقى اول حاجه هنكتب التاثير الفسيولوجي. اكتبوا التاثير الفسيولوجي، يا ترى لما كنتوا بتشعروا بالشعور ده كنتوا حاسين بايه في جسمكم؟ اكتبوا بعض التاثيرات الفسيولوجيه كده اللي انتوا حسيتوا بيها وقت ما كنتوا بتشعروا بالشعور ده. زي ايه وزي ايه وزي ايه؟ ها.
افتكروا كده. هنكتب خلي بالك اسم ملل ده شعور مش حاجه كنت مش حاجه فسيولوجيه انت كنت حاسس بيها. الحاجه الفسيولوجيه زي ما قلنا صداع كنت عرقان كنت غضبان حاولت انك انت تعمل حاجه مختلفه. طيب يا احمد هنحاول احنا نكتب في النوت بوك بتاعتنا زي ما قلت. طيب الخطوه رقم 3 هنكتب التاثير الفسيولوجي خلصناه. الخطوه رقم 3 هنكتب التاثير السلوكي. قولوا لي انتوا عملتوا ايه وقت ما كنتوا بتشعروا بالشعور ده؟ صرفتوا ازاي؟ ايه القرارات اللي انتوا خدتوها؟ مش قرارات بقى، اكشنز انتوا عملتوها بناء على قرارات معينه. طبعا وانت بتكتب او حضرتك بتكتبي مهم جدا ان انتوا تقولوا تفاصيل، يعني تفاصيل بتبقى مهمه. عملت كذا وعملت كذا وقلت كذا. ممكن السلوك انك زعقت في حد، السلوك انك كلمت نفسك. طيب اول حاجه بنكتب اسم الشعور، تاني حاجه بنكتب التاثير الفسيولوجي، تالت حاجه اللي احنا فيها دلوقتي بنكتب التاثير السلوكي. احنا عملنا ايه؟ رقم 4 وهي التأثير الإدراكي. زي ما اتفقنا بقى الأفكار هيبقى ليها علاقة بثلاث حاجات، ليها علاقة بحضرتك أو بالشخص الآخر أو بالموقف اللي كان بيجمعكم أو العلاقة اللي بتجمعكم. وانتوا بتكتبوا الخطوة رقم 4 هبقى محتاج منكم ان انتوا تسجلوا كل فكرة في سطر، الفكرة الأولانية في سطر، الفكرة الثانية في سطر، عشان هنرجع هنحتاج الأفكار دي بعد كده، هنحتاج هنعمل عليها حاجة. فأنا عايز حضراتكم في النوت بوك بتاعتكم تسجلوا كل فكرة في سطر، فكرة كذا، فكرة كذا، الفكرة كذا، الفكرة كذا، كل فكرة في سطر. ولما نخلص الخطوة رقم 4 حضراتكم قولوا لي إن أنتوا خلصتوا. التأثير الإدراكي يا إيمان زي ما احنا وضحنا الأفكار اللي انت فكرت فيها أثناء الموقف ده وخلت عندك شعور معين. الأفكار دي قلنا ان هي بتتقسم لثلاث حاجات، اما انها تكون أفكار ليها علاقة بيكي او أفكار ليها علاقة بالشخص اللي كان بيتعامل معاك في الموقف او أفكار ليها علاقة بالحاجة اللي كانت بتجمعك. الحاجة اللي بتجمعكوا دي ربما تبقى علاقة، ربما يبقى شغل، ربما يبقى مشروع انتوا داخلين فيه، وهكذا. واحنا بنسجل الافكار، الافكار اللي احنا فكرنا فيها جت على بالنا
ها اللي خلص يكتب بس رقم 4 عشان اعرف كام واحد خلص. هايل يا محمد. ها مين تاني؟ ممتاز. هايل هايل جدا. طيب هقول لكم على واحده من المهارات المهمه جدا اللي احنا بنعملها في اداره المشاعر، هي مهاره الفاليديشن. دي اخر مهاره هنختم بيها، مهاره الفاليديشن. احنا طلع لينا الافكار دي، وزي ما اتفقنا الشعور بيطلع بناخد وراه على طول اكشن. الاكشن ده ايا كان بقى، هاخد قرار، هعمل حاجه، هقرر ان انا ما اعملش حاجه معينه. كل ده بيحصل بسبب ايه؟ بسبب افكار تسببت في وجود شعور، فالشعور بيدفعني ان انا اعمل الحاجات دي. طيب لو الافكار دي افكار صحيحه، افكار منطقيه، افكار حقيقيه، بكل تاكيد الاكشن في الاخر اللي انا هعمله هيبقى اكشن صح. طيب لو الافكار دي افكار فيها مشكله، انا ما اتحققتش منها، افكار افتراضيه، فبالتالي الشعور اللي انا هشعر بيه هيبقى غالبا شعور سلبي، فالشعور السلبي ده هيدفعني ان انا اعمل حاجات في الاخر الحاجات دي هتبقى غلط. تمام. طيب عاوزين بقى نرجع نعمل نطبق مهاره الفاليديشن على الافكار اللي حضراتكم كتبتوها دي. يا ترى ايه من الافكار دي كان افكار منطقيه حقيقيه ليه ايفيدنس، يعني تقدر انك تتحقق من منطقيه الفكره دي او من صحه الفكره دي، وايه من الافكار مجرد افتراضات من عندك، مجرد حاجات انت اللي تخيلتها، انت اللي فكرت فيها، محدش قالها لك، انت اللي توقعتها، وارد انها تكون صح وارد انها تكون غلط، بس ستيل انه ما ينفعش تاخد اكشن بناء عليها الا ما تتاكد، لانك انت لو ما تاكدتش انت محطوط في احتمال من اثنين، اما انها تكون غلط فانت رحت عملت حاجه هتبقى غلط، او انها تكون صح فماشي ممكن تبقى صح. اوكي، فمهم انك انت تتاكد منها. طيب الفكره الحقيقيه هنا زي ايه؟ وليكن مثلا انا قلت لاحمد عبد الناصر، يا احمد انا بعتذر مش هقدر ان انا اكون معاكم النهارده في الميتنج او في اللقاء بتاع النهارده. فاحمد قال لي خير، في حاجه حصلت؟ قلت له والله انا عندي ظروف ومش هقدر ان انا اكون معاكم النهارده. احمد جه على الجروب بتاعكم وقال لكم يا جماعه احنا بنعتذر ان احنا مش هنقدر نعمل السيشن بتاعت محمد الشافعي. ليه يا احمد؟ والله قال ان الراجل اعتذر، عنده ظروف شخصيه واعتذر. في الحاله دي احمد جاي يبلغكم افكار حقيقيه. جبت منين يا احمد الافكار دي؟ الشخص نفسه هو اللي قال لي. طيب ينفع احمد يجي لكم كده وهو يعني قاعد مع نفسه وراح جاي ماسك الموبايل، والله يا شباب محمد الشافعي احتمال ما يديناش السيشن النهارده، فحد من الليدرز بيقول له يا احمد انت جبت الفكره دي منين؟ والله انا متوقع كده، اصل محمد قبل كده كان في سيشن، كان في نازل مع تيم معين وما جالهمش وقت الايفنت بتاعهم ولا اعتذر. يبقى الفكره هنا هي فكره افتراضيه مبنيه على موقف حقيقي حصل، يعني مبنيه على انه احمد عبد الناصر بيقول انه انا فعلا كان في تيم قال لي تعالى وانا ما رحتش وما اعتذرتش، فهنا نص الحكايه صح، بس ده مش معناه انه مع التيم بتاعكم ان انا هعمل نفس الحاجه. انت توقعت ان انا ممكن اعمل كده، بس انا ما قلتلكش كده، هو ستيل هو في اطار التوقع، في اطار الافتراض، انت لسه مش متاكد كفايه انه ده حصل. تمام؟ فانت رحت بلغتهم كده، وانا جيت لكم وقت الميعاد قلت لكم انتوا فين يا جماعه؟ فلقيت حد بيقول لي ايه ده احنا اتبلغنا انه احنا انت مش هتبقى موجود. طب في الحالة دي اللي اتبلغ أو اللي بلغ حاجة حقيقية ولا حاجة افتراضية؟ هو ده بالظبط
الفرق ما بين الأفكار الحقيقية والأفكار الافتراضية. أفكار حقيقية يعني أنت شفتها بعينك وسمعتها بودنك وتحققت من الفكرة دي، لأن أنت ممكن تكون شفت حاجة بعينك سمعتها بودنك بس وصل لك معنى، أو أنت فكرت في اللي حصل ده بطريقة معينة غير المقصود من اللي حصل. أنت دماغك قالت لك كده، إنما هل اللي قدامك كان يقصد كده؟ لا، اللي قدامك كان ممكن يقصد حاجة تانية. طب أنا أعرف منين؟ أروح أقول له والله أنا لاحظت 1 2 3، هو أنت كنت تقصد كده؟ هيقول لي آه، يبقى هو فعلا يقصد كده. هيقول لي لا، يبقى أنا محتاج أعرف منه يقصد إيه. في حد ذكي بقى قاعد معانا دلوقتي يقول لنا إيه؟ ما ممكن يحور عليا، ما ممكن يكذب، ممكن يقول لي لا أنا ما أقصدش كده، هو كان يقصد كده. ما هو أنت ما معكش أوبشن إنك تخش جوه البني آدم اللي قدامك، أنت معاك أوبشن إنك تتعامل مع الكلام اللي بيقوله لك. لو أنت دخلت جواه أو عندك الأوبشن ده، دي قصة تانية، ربنا مديك ميزة مش موجودة في البشر، تمام؟ فأنت محتاج تتعامل من حيث ما اللي قدامك بيتعامل معاك، ما ينفعش إنك تفترض افتراضات معينة وتفرضها عليه. طيب تعالوا بقى نرجع نتحقق من مدى صحة الأفكار اللي حضراتكم كتبتوها في النوت بوك بتاعتكم أو في الكشكول بتاعكم. يا ترى كم فكرة حقيقية وكم فكرة افتراضية؟ وارجعوا قولوا لي في الشات بعد ما رجعنا الأرقام، كم فكرة حقيقية وكم فكرة افتراضية؟ يلا بينا ناخد دقيقة كده نعمل الفاليديشن، وتشاركوني على الشات بالنتائج بتاعتكم. طيب عندنا أول مشاركة من هاجر قالت 2 و2، ماشي حلو جدا. أما ياسر قال 3 حقيقي و1 افتراض، ماشي. هديل قالت 2 و2، ما هو حكاية 2 و2 دي، ماشي 2 و2. أما رمضان قال للأسف كله حقيقي. هو ليه للأسف؟ طب ما عادي، ما فيش مشكلة إنه يبقى كله حقيقي. للأسف كله حقيقي، بس بحاول أقنع نفسي إنه مش حقيقي. طيب احنا اتفقنا يا رمضان انه علشان يبقى حقيقي محتاج تعمل ايه؟ تتحقق منه، يعني يبقى فيه ايفيدنس، يبقى فيه حد قال لك حاجه والمصدر نفسه اللي قال لك، مش حد قال لك عن المصدر، المصدر نفسه اللي قال لك، تمام؟ لو ده حاصل يبقى حقيقي. طب لو مش حاصل تحقق يا بطل، تحقق عشان تعرف. محمد قال 2 حقيقي 1 افتراضي، ماشي يا محمد. ها ايه كمان؟ شاركوني يا جماعه كده بالتقييمات بتاعتكم. كله انا متاكد منه بس بحاول برضو اقنع نفسي بعدم حقيقيته. طب يا محمد يا رمضان، ممكن تدخل معايا صوت كده؟ ادخل معايا صوت بسرعه كده، اعمل ريز هاند طيب عشان ادخلك معايا. مش هقدر للاسف. طيب مفيش مشكله، مفيش مشكله، انا كنت عايز اساعدك عن طريق ان انا اعرف بس الافكار اللي انت فكرت فيها دي عباره عن ايه علشان اقدر اساعدك فيها. طيب فين باقي الناس؟ ايمان قالت 1 حقيقي 3 افتراضي، شكرا يا ايمان. ها ايه كمان يا باشمهندسين؟ مريم قالت هو مش المفروض مثلا نسال الشخص الثاني ونقول له عشان نعرف نحدد، ولا انا فاهمه غلط؟ اه صح والله، هو المفروض نعمل كده. كم بقى فكره حقيقيه دلوقتي قبل ما تروح تسال الشخص الاخر، وكم فكره افتراضيه؟ محمد الصادق او محمد عبد الصادق قال كله حقيقي، ماشي يا محمد ممتاز جدا. مريم قالت اه، هي واضح ان هي كانت فاهمه الموضوع بطريقه ثانيه، بس عموما عشان نتاكد انه حقيقي لابد ان انا يكون معايا ايفيدنس، يكون معايا حقيقة، أكون أنا متأكد، أكون أنا سمعت بنفسي، يتبعت لي ميل، يتبعت لي اس ام اس، يعني وهكذا. طيب اتفقنا؟ اتفقنا إنه علشان
بتدرك العالم الخارجي من خلال الحواس الخمس. انا هعمل ريكاب كده سريع لكل اللي احنا عملناه النهارده، بعد كده هاخد الاسئله بتاعت حضراتكم. بتدرك العالم الخارجي من خلال الحواس الخمس، بعد كده بتبدا تفكر. بتفكر في ايه؟ في اللي انت شفته او اللي انت سمعته، اللي انت شفته او اللي انت سمعته او اللي انت تذوقته او اللي انت شميته او اللي انت لمسته. تبدا تفكر الافكار دي ايه مصيرها؟ ايه اللي بيحصل؟ تروح للجهاز العصبي. فالجهاز العصبي بياخدها علشان يفرز هرمون. فالهرمون ده في اللحظه دي كون الشعور. ايا بقى كان الشعور ايه؟ على حسب الجوده، على حسب الافكار اللي انت فكرت فيها. ممكن يبقى شعور ايجابي او شعور سلبي. ايه اللي حضرتك بتعمله بعد كده؟ بتعمل اكشنز معينه. الاكشنز دي جايه منين؟ جايه من الشعور اللي انت بتشعر بيه. طيب رحت وعملت سلوك معين، جوده السلوك ده او جوده القرار اللي انت خدته متوقف بناء على ايه؟ هل بناء على الشعور؟ لا والله، بناء على الافكار اللي انت فكرت فيها. لو كانت الافكار حقيقيه يبقى جوده القرار في الاخر حلو جدا، لو كانت الافكار افتراضيه يبقى قرار منيل بنيل وهترجع تندم عليه وهتقول انا ما اعرفش كان بيقولها ايه محمود عبد العزيز، هيحس السوداء انا يوم. تمام، هتعمل كده. طيب من واقع بقى التمرين العملي اللي حضراتكم عملتوه ولاحظتوا انه في افكار حقيقيه وافكار افتراضيه، شاركوني كده وقولوا لي اتعلمتوا ايه، اتعلمتوا ايه من اللقاء ده، ها، وتحديدا من اخر مهاره احنا طبقناها، مهاره الفاليديشن، ايه الدروس المستفاده اللي حضراتكم اتعلمتوها؟ محتاج تشاركوني بقى يعني، وحابب اعرف كده من حضراتكم كل الدروس المستفاده اللي احنا اتعلمناها مع بعض النهارده. ها اتفضلوا نكتب على الشات ايه اللي احنا اتعلمناه، ايه اللي احنا خدنا بالنا منه، ايه اللي نور معانا، ايه اللي انا ما كنتش متخيله انه بيحصل ولقيته حاصل دلوقتي، ايه اللي انا محتاج اخد بالي منه بعد كده. ياسر قال ما احكمش على مشاعري، فين ما احكمش على مشاعري الا لما اتاكد منها. عظيم جدا، انت مش محتاج تتاكد من مشاعرك لان مشاعرك حقيقيه. يعني يا جماعه المشاعر كلها حقيقيه، انت غضبان فانت غضبان دلوقتي، ده حقيقي انك غضبان، انت قلقان فانت قلقان دلوقتي، انت حقيقي انك قلقان، انت فرحان انت فرحان دلوقتي، انت حقيقي انك فرحان. انت محتاج تتاكد من ايه؟ من السبب او الاسباب اللي فكرت فيها او وجدت الشعور ده. فانت مش ليك دعوه بالشعور خالص، الشعور ده عباره عن كشاف، حاجه بتنور لك اللي دار في دماغك اصلا. يعني الشعور ده نتيجه مش هو المشكله. يعني محدش الشعور ده علشان تديره او عشان تتعامل معاه، انت محتاج ترجع للمسبب ليه اللي هي الافكار. طيب تعال ناخد كده، عندنا كمان مين؟ هاجر قالت ما اقومش بالفعل غير لما اخرج شعوري وافكاري واشوف ايه حقيقي وايه افتراضي. احنا اتفقنا بقى الحقيقي والافتراضي ده كان بناء، ده بيتقال على ايه؟ على الافكار فقط لا غير، انما المشاعر كلها حقيقيه. تمام، يعني لو حضرتك بتشعري بالحزن، ما هو ده حقيقي انت بتشعري بالحزن، انما بقى هل الحزن بقى ده معاك حق انك تشعر بيه ولا لا؟ تعالي نرجع بقى للافكار، هي اللي تسببت في انك حزينه اصلا. فنشوف الافكار، لما بنغير الافكار بيتغير الاستيت بتاعك، الحاله اللي انت فيها بتتغير توتالي كلها. تمام، ايمان قالت مش هاخد اي قرار بناء على انطباع اولي او موقف عابر. برافو عليك يا ايمان، نقطة في منتهى الأهمية. أما مريم فبتقول ما تسيبش نفسك لدماغك عشان هتسوحك. هي طبعا هي ما قالتش هتسوحك، أنا اللي بقولها. ما تسيبش نفسك لدماغك، بس لو في حاجة مختلط عليك اسأل الطرف الثاني اللي معاك في الموقف. والله يعني حاجة في منتهى الأهمية جدا، فكرة السؤال علشان ما تفضلش مسوح دماغك وتفضل إنك أنت تفكر في حاجات تضايقك. اما مريم فبتقول ماشي، دي احنا قلناها. رمضان قال لازم ابحث واعرف اكتر عن الذكاء العاطفي
ومن خلال ده هقدر اوظف كل حاجه في حياتي في مكانها الطبيعي. ده حقيقه فعلا. عشان كده في بدايه اللقاء انا كنت واضح معاكم لما قلت لكم ان دي واحده من اهم مهارات القرن ال21 في الحقيقه. يعني تخيلوا ان احنا في اقل من ساعتين كل ده احنا اتعلمناه مع بعض، ما بال لما بتحضر حاجه او بتعرف اكتر. يعني برنامج الذكاء العاطفي اللي انا بقدمه بيتقدم في 25 ساعة، تخيل حجم المعلومات والاستفادة اللي انت بتستفيدها لما بيكون الوقت اكتر من كده. هديل عبد العزيز بتقول اني ما ينفعش اخلي الافكار الافتراضية امر مسلم به، يعني لازم اخد بالي ان ده ممكن يكون مجرد وهم مش اكتر. دي حقيقة فعلا فعلا يا هديل، ربنا يفتح عليك على الخاطرة دي. مهم ان اشوف الامور بطريقه مختلفه، اني مش بناء على فكري ان احكم على شخص تاني او اجزم ان الصوره اللي عندي دي صوره صحيحه. ممتاز جدا. ايمان قالت اني هقلل تفكيري لان اغلبه كله ممكن يكون اوفر ثينكينج، اللي كله قايم على افكار افتراضيه. ممتاز جدا يا ايمان. اما محمد فبيقول مفيش قرار يتاخد غير بناء على تحليل كتابي مش على المشاعر. برضو برافو عليك جدا جدا يا محمد. الحقيقه انا مش مستغرب خالص اللي انتوا بتقولوه، مهندسين فطبيعي جدا ان انتوا تقولوا كل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، لان انتوا ناس يعني عمليه فعارفين حجم وتاثير قرار معين انت بتاخده، هو ممكن يكلفك قد ايه وممكن ياثر عليك ازاي، وخصوصا ان انتوا بتتعاملوا مع مشاريع القرار فيها ما بيبقاش سهل في الحقيقه. اما اسراء حسام فبتقول ما تاخدش قرار وانت مش في حاله نفسيه كويسه في وقت غضب مثلا او وقت فرح، لان مش قرار منطقي بنسبه كبيره. انا هاكد على كلام حضرتك بدراسه نفسيه اتعملت بتقول انه اغلب القرارات اللي بتتاخد في حالات نفسيه غير متزنه، وغير متزنه ان انت ممكن تبقى في حاله فرح كبيره او في حاله حزن كبيره او في حاله غضب كبيره، لما بتاخد قرار وانت في الحالة دي في غالبا القرار بجانبه الصواب. أما رمضان فبيقول سؤال، رمضان بيقول سؤال، طب الشخص المسرف في الحنية ازاي يقدر يتغلب؟ هناخد الأسئلة دلوقتي يا رمضان. حاضر. محمد عبد الصادق بيقول الهدوء قبل اتخاذ أي قرار أهم بند، ولازم اتخذ القرار يكون بناء على تحليل واقل من الافكار الافتراضيه والحكم على شخص بطريقه افتراضيه. احييك يا محمد، وما شاء الله كل المخرجات اللي حضراتكم خرجتوا بيها في منتهى الجمال ومنتهى الاهميه، وانا شايف ان احنا لو ركزنا على كل اللي احنا خرجنا بيه ده اعتقد ان هو هيكون مهم جدا 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 لينا. تعالوا ناخد سؤال رمضان. سؤال دايما بيتكرر، الشخص المسرف في الحميه ازاي؟ دلوقتي دي فقره الاسئله، لو عند حضراتكم اي سؤال تقدروا تبعته لي وهجاوب حضراتكم في العشر دقائق اللي جايين دول، وبعد كده نختم اللقاء مع بعض ان شاء الله. رمضان بيقول طب الشخص المسرف في الحميه ازاي يقدر يتغلب على ده كويس مع العلم ان دي صفه من صفاته اللي ربنا خلقه بيها، مع العلم ان دي بتسبب له مشاكل كتير جدا زي ما حضرتك قلت. رمضان أنا بشكرك في البداية على السؤال. عجبني جدا في سؤالك إن أنت واعي بإنه دي صفة من الصفات بتاعتك، إن أنت حد بتكير بالناس أو حد عندك حنية عالية أو حنية مرتفعة، فدي حاجة طيبة مش حاجة وحشة. أهم حاجة إنها تتوظف يا رمضان، تتوظف للأشخاص اللي يستاهلوا ده وفي نفس الوقت اللي يقدروا ده. وأهم حاجة إنك قبل ما تعطي بصفتك انك بتعطي يعني جامد، اسال الاول الاشخاص اللي قدامك هم محتاجين ايه، بحيث انك انت تبقى بتقدم لهم اللي هم محتاجينه مش اكتر من اللي هم محتاجينه. اوكي، وربنا يفتح عليك يا رب. هديل بتقول سؤال يا دكتور، لو الشخص مثلا بيواسي حد في حزن او مشاعر سلبيه ازاي ما يخليش المشاعر دي تاثر عليه؟ يعني الواحد مننا يواسي حد مثلا في حزن يلاقي نفسه بعد ما ساعد الشخص وفهم مشاعره يلاقيه دخل في مود او زون حزن وانه مكتئب وكان المشكله بتاعته، ويفضل حاسس بضيق صدر وحزن.
يا هديل، انا بشكرك جدا على سؤالك، وده سؤال في الحقيقه بيتكرر مع ناس كتير وبقابله كتير في الجلسات. لما بساعد حد يعني في مشكله معينه او في علاقه هو بيمر بيها، محتاجين نعمل ايه في الموقف ده؟ اول حاجه انا محتاج اقول لدماغي قبل ما تخش في الموقف ده، انا رايح اواسي الشخص اللي بيمر بكرب او بيمر بحزن، انا رايح اواسيه، فانا عارفه وكاني انا بأقر لدماغي ان الحوار ده مش بتاعي، ان المشكله دي مش بتاعتي. طيب انا هروح احس بيه؟ اه هحس بيه طبيعي عشان اعرف اواسيه، حزين اكيد ابقى زعلان على زعله. طيب وانا بتفاعل معاه انا مش مضطر ان انا احط نفسي مكانه، مش مضطر ان انا اقول يا لو كنت في مكانه ده انا اه صح كنت اعيط كده والله كنت اعمل كده وادخل نفسي في موت عشان اثبت له انا حزين معاك، انا وافي للحزن بتاعك، مش محتاج ان انا اعمل كده خالص. انما محتاج ان انا احاول على قد ما اقدر لو في حاله حزن اصبر الشخص ده، اقول له كلام يريحه نفسيا، اقول له قد ايه ان قدر ربنا ليه في الوقت ده كان عظيم جدا، اكيد ربنا سبحانه وتعالى شايل منك حاجات معينه، انا حاسه بيكي وحاسه قد ايه ان انت حزينه، اه فعلا الموقف يحزن جدا. فاخلي دماغي هي اللي تشتغل معايا مش تشتغل عليا. ففي فرق كبير جدا ما بين التعاطف، ان انا بدي الشخص اللي قدامي هو اللي هو محتاجه، وما بين ان انا انغمس بمشاعري للشخص ده. في الحياه دي ليها علاقه بمهارات التعاطف يا مريم و سوري هديل، دي ليها علاقه بمهارات التعاطف، محتاجه تقري عنها اكتر، او لو الموقف ده بيتكرر معاك كتير ممكن حضرتك تبي تتواصلي معايا بحيث ان انا يعني نفكر نشوف اقدر اساعدك ازاي لو ما جاوبتش على السؤال اللي حضرتك سألاه دلوقتي. هاجر بتقول عندي خوف مصحوب بحزن من حاجه معينه، يعني حاجه يعني حصل موقف وزعلني فانا خايفه من اي موقف مشابه وبحس اني هيزعلني نفس الزعل مع انه مش شرط. برافو جدا عليك يا هاجر. اول حاجه محتاجه تتعاملي، دايما بقول ده في الجلسات ودايما بقول ده في التدريبات، بقول ده للبنات اللي بتبقى مثلا في علاقه خطوبه وفي مشاكل بتحصل ما بينها وما بين خطيبها، او ازواج بيتعاملوا مع بعض، او حتى اولاد بيتعاملوا مع اهلهم او بنات بتتعامل مع اهلهم. بقول دايما ان احنا محتاجين نتعامل مع الموقف وليس المعنى. ايه الموقف اللي حصل يا هاجر؟ حصل مثلا مشكله مع صاحبتي اميره، يبقى خلاص الموقف ده بتاعي انا واميره. اذا حنان وساره وسمر ومنال وكل الاسماء الثانيه دي ملهاش علاقه بالموقف اللي حصل مع اميره، ده موقف حصل مع اميره بس. ليه كواليس معينه؟ وليه معطيات معينه؟ وليه حاله نفسيه انت كنت فيها واميره كانت فيها فبناء عليه حصل كده؟ تمام؟ طيب ايه الخطوره بين انه انا اتعامل مع الموقف او اتعامل مع المعنى؟ لو انا اتعاملت مع الموقف فانا هقدر اتصرف تصرفات عمليه واقعيه تتناسب مع الموقف ده. طب لو انا اتعاملت مع المعنى؟ لو مع المعنى فانا مش شايفه الموقف اصلا، انا شايفه حاجه معينه في دماغي. يعني تعالوا نتخيل كده، انا عينيا مفتحه اهو، فانا شايف حضراتكم قدامي، شايف العدد اللي قدامي 28، شايف الصور اللي قدامي، شايف الشات قدامي وهكذا. طب ده كده التعامل مع الموقف. طب التعامل مع المعنى، المعنى وليكن مثلا في زوم المتدربين ما بيتفاعلوش في المحاضره، المعنى هنا عباره عن ايه؟ ان انا عملت على عيني كده، انا ما شفتش اللي حصل، انا ما شفتش ولا حتى لو الكلام قدامي انا مش شايف. ده المعنى. المعنى مش بيوريك اللي حصل، انما بيوريك اللي في دماغك. المعنى بيوريك اللي في دماغك. فيا هاجر محتاجه تفكري نفسك دايما اتعاملي مع المعنى وليس الموقف، ده مهم جدا. طيب عندنا كمان مريم بتقول اعمل ايه لو مش قادره اقلل من الافكار الافتراضيه بسؤال الطرف الثاني اللي معايا، يعني مش قادره اسال الشخص الثاني الاسباب لاسباب كتيره. ما هو لو انا مش قادر اسال الطرف الثاني لاسباب كتيره محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه اقول لنفسي استيل
يا مريم دي افكار افتراضيه، انت مش متاكده من صحه اللي انت قلتيه ده، مش متاكده. وخلينا يعني انتوا ازهريين واكيد حافظين الايه دي، يا ايها الناس شوفوا ربنا على خطوره الافكار الافتراضيه وخطوره الكلام المرسل، قد ايه الكلام المرسل ده ممكن يودينا في 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 داهيه. يعني يا ايها الناس لا سوري، الايه كانت بتقول ان جاءكم فاسق بنبأ فايه بقى، فتبينوا الا تصيبوا قوما بجهاله. اتمنى ان انا اكون بقول الايه صح، ان تصيبوا قوما بجهاله. طب احنا هنصيب القوم بجهاله ايه؟ عدم الوعي، عدم التاكد، عدم التباين، او التباين ان احنا ما تبيناش، ان احنا ما تاكدناش. ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وبعد كده انتوا هتندموا على اللي انتوا عملتوه ده. فخلوا بالكم انه التاكد دي حاجه مش رفاهيه اعملها ولا ما اعملهاش، دي حاجه اساسيه لو انا محتاج اخد قرار، لو محتاج اتعامل مع اللي قدامي. ما ينفعش اتعامل مع اللي قدامي بافكار ما لهاش علاقه باللي قدامي، انما محتاج اتعامل مع اللي قدامي بافكار تخص اللي قدامي. هو انا ممكن اتواصل مع حضرتك على الواتساب؟ طبعا ممكن، هبعت لكم الرقم بتاعي على الواتس، تقدروا تتواصلوا معايا لو حد محتاج اي مساعده او محتاج يعمل جلسه، فتحت امركم طبعا على في وقت. انا بكتب لكم الرقم اهو، اهو كتبت الرقم لحضراتكم على الشات، تقدروا ده رقمي على الواتس، تقدروا يعني لو في حد عنده اي سؤال او استفسار او محتاج انه اساعده بطريقه عمليه اكتر، يقدر ان هو يتواصل معايا ويعرفني بنفسه ويقول لي يعني ايه المشكله اللي هو بيمر بيها. مريم بتسال سؤال كويس قوي، ازاي نقدر نقوي نفسنا في مهارات الذكاء العاطفي غير القرايه؟ حضور برامج تدريبيه زي اللي احنا كنا فيها دي. اللقاء النهارده كان عباره عن مقدمه عن الذكاء العاطفي، او بيعرف حضرتك مدى اهميه الذكاء العاطفي بشكل عام. خدنا مقدمه كده اورينتيشن عن الذكاء العاطفي. فعلشان تتعلمي اكتر، دي واحده من المهارات اللي بتعلم بالممارسه وليس القرايه. يعني القرايه حلوه هتديكي معلومات كويسه، انما عشان تتعلمي بتبقى محتاجه تحضري برنامج تدريبي يعلمك، لان دي واحده من المهارات اللي محتاجه ممارسه. انت يا دكتور ازاي الواحد يتعامل مع الشخص اللي مش بيعرف بيعترف بغلطه، او اللي هو بيكذب الكذبه ويصدقها، واسال واتكلم معاه يقلب الترابيزه ويحاول يقنعني انه صح واني غلط مع اني مش غلطانه. انا يفرق معايا قوي طريقه الكلام، انت بتتكلمي معاه ازاي. يعني انا لو راح اتكلم مع شخص واقول له محتاجه اتاكد منك، او محتاجه اعرف منك، او محتاجه انك تقول لي، او محتاجه انك توضح لي، محتاجه انا ما حكمتش عليه، انت بتعمل كده عشان تضايقني، انت بتعمل كده عشان تنرفزني، انت بتعمل كده عشان انت متجاهلني، انت بتعمل كده عشان كذا، انت بتعمل كده. يعني فكره انه انا القي اللوم الاول، ايه اللي بيفصل، ايه اللي يخلي الطرف الاخر يفصل ويخليه يبقى بيعمل ديفنس ميكانيزم. خلي بالك انه طريقته دي ممكن تتحط تحت انه ديفنس ميكانيزم، انه واضح انه اتقدم له تهمه بطريقه معينه، او اتهام بطريقه معينه، او ان انا القيت عليه لوم بطريقه معينه، فبدل ما انا اخليه يشاركني المعلومه انا خليته يدافع عن نفسه. فانا اعتقدت انه لما يدافع عن نفسه هو مش عاوز يطلع نفسه غلطان. في فرق كبير جدا ما بين ان انا متهم، فانا طبيعي جدا ان انا هبرر، طبيعي ان انا هوضح، طبيعي ان انا دافع عن نفسي لان انا متهم. فجربي طريقه ثانيه تساعدك ان انت تطلعي من الشخص ده ردود افعال ثانيه. تمام، هناخد اخر سؤال من ياسر، بيقول ازاي نتعامل مع الاشخاص اللي ما بيركزوش على الجانب السيء في حياتهم، ما بيبصوش لاي حاجه حلوه
وناقم على كل شيء بمعنى أوضح، يتغلب على طبع الأنانية عندهم. يعني دي حاجات شوية بتبقى محتاجة كلام خاص يا ياسر، فعن المحتوى اللي احنا كنا بنتكلم فيه النهاردة. الغضب، محمد عبد الصادق بيقول الغضب عندي ساعات بياخد وقت كتير قوي ومش بقدر انسى، وبيكون مصاحب الانتقام من نفسي، يعني اشتغل اكتر على نفسي وبعد ما اكون قوي ارجع انتقم منه. حاول على قد ما تقدر يا محمد ان انت تراجع تاني الافكار بتاعتك، وهو غالبا شعور الانتقام ده بيبقى جاي من افكار عندي فيها افكار افتراضيه. ليه؟ لانه انا لو حطيت نفسي مكان الشخص وحاولت ان انا افكر هو ليه عمل كده او ليه فكر كده او ليه خد القرار ده، جايز ان انا التمس للشخص ده العذر، فبالتالي هلاقي نفسي حدة المشاعر اهدى شوية. طيب اي اشرف بتقول بهدوء خالص وبدون عصبية، لان الشخص اللي قدامي عصبي اصلا في عصبيته الموقف هيكون صعب. بقدم كل الادلة لوجود الكذب، برضو الانكار موجود. طيب ما هو يعني من الذكاء يا آية انه انا ما زنقش الشخص في الركن واقول له يلا بقى قول لي. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما حريص على حفظ ماء الوجه، انه لو الشخص مش في ستيت يسمح انه يتكلم او يعبر او كده، من الذكاء انه انا ما زنقوش دلوقتي، لازم اسيبه يفلفص كده واسيبه ياخد راحته واكلمه في ستيت هو يكون فيها جاهز انه يتكلم او رايق انه يتكلم. انما ما ينفعش ان انا يعني انا عارفه انه بيكذب، فما ينفعش ان انا ازنقه وافضل احط عليه يلا قول انك انت بتكذب. صعب جدا ان هو يعترف في 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 وقت زي كده. تمام. في الحقيقه انا كنت سعيد جدا ان انا معاكم النهارده، استمتعت باللقاء وقد ايه كان لقاء يعني سعدت جدا بيه، وانتوا ما شاء الله عليكم يعني اشخاص في منتهى الجمال حقيقي، كلكم كنتوا يعني على درجة من التفاعل الإيجابي بشكل كبير جدا. استمتعت بكل حاجة عملناها مع بعض النهاردة. تحياتي لحضراتكم كل واحد باسمه، تحياتي للمنظمين، شاكر جدا يعني حضور حضراتكم اللقاء. هبقى يعني ممتن ان حضراتكم تشاركوني بالفيدباك بتاعكم على اللقاء النهارده. عبد الناصر بعت فورم يقول الفيدباك، انا كمان هبقى محتاج يعني اعرف اكتر عن الفيدباك بتاعكم وتشاركوني بيه. معرفش حد صور، احمد انت خدت صوره لينا تبعتها لي بعد اللقاء؟ خدت لينا صوره لينا؟ هو الحقيقه لسه يا باشمهندس حضرتك استحمل لسه حضرتك عايز يا ريت تاخد صوره كده وتبعتها لي. مفيش مشاكل، هنزلها عندي على الصفحه. مفيش مشاكل يعني. شاركت مع حضراتكم كمان هو على الشات اللينك بتاع الصفحة بتاعتي، ممكن حضراتكم يعني يشرفني متابعتكم أكيد ومتابعة صحابكم على الصفحة. تمام. بعد اللقاء إن شاء الله هنزل صورة اللقاء بتاعنا على الصفحة، ياريت تدخلوا على اللينك وتشاركوني كده بالفيدباك بتاعكم لو اللقاء كان مفيد بالنسبة لكم وخرجتوا باستفادة وشايفين ان اللقاء كان مثمر، فياريت كده تشاركوني برأيكم وانتوا استفدتوا ايه في اللقاء. خدت يا احمد الصورة؟ انا بس بحاول افتح لهم اللي هو اعملهم انيبل عشان خاطر الفيديو يعني، بس ان شاء الله عشان كلهم يفتحوا الكاميرا لو عايزين يعني.
إيمان عاطف بتقول شكرا جدا. فين إيمان؟ إيمان عاطف بتقول شكرا يا دكتور جزاك الله خير حقيقي. قبل السيشن غير بعد السيشن تماما، الحمد لله رب العالمين. يعني ده هو توفيق ربنا قبل كل شيء، وده دايما اللي انا بحرص عليه، ان يكون في استفاده ويكون في اثر حقيقي تخرجوا بيه من اللقاء. يعني مريم بتقول حقيقي جدا يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك على السيشن الجميله دي، استفدت منها كتير حقيقي ووعدتني بحاجات كتيره، شكرا جدا ليكي، وربنا يا رب يدوم اثرنا الايجابي والطيب في حياتنا جميعا. آية أشرف بتقول شكرا جدا لحضرتك يا دكتور، شكرا جدا ليك يا آية، شكر جدا بحضراتكم. أنا خدت الصورة كده أحمد، معاك يا أحمد اتفضل. أنا خدت الصورة حضرتك تمام، وإن شاء الله بعد حضرتك على الواتس إن شاء الله. حابب أشكر حضرتك جدا، فشكرا جزيلا لحضرتك أستاذ محمد على السيشن الجميلة ديت المليانة طبعا بالمعلومات القيمة. قدرنا من خلالها نتعلم ازاي نتحكم في مشاعرنا، وازاي ناخد قرارنا، وازاي نكبح غضبنا، كمان قدرنا نفهم ازاي نتعامل مع الاخرين. حابب اشكر برضو جميع المشاركين على تفاعلهم، وان شاء الله نشوفكم في سيشنز ثانيه ومواضيع ثانيه مختلفه. شكرا لكم جميعا، وبكرر شكر لحضرتك استاذ محمد جدا جدا. شكرا لكم جماعه، صباح الخير ان شاء الله. اشكرك في رعايه الله. الله يكرمك.